بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أرحب بالحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش إحنا تأخرنا شوية 5 دقايق عقبال بس ما العدد يكتمل. أرحب بالمشاركين في الكورس معانا وأرحب بضيوف في الهاي سكور سنتر. شرفتونا بإذن الله النهاردة في أول محاضرة في الكورس. بإذن الله تبقى محاضرة ظريفة وكلنا نستمتع بها بإذن الله. أعرفكم تاني بنفسي، دكتورة هالة علي عابد. أنا مدرس الريسيرش والبايو ستاتستكس في كلية الطب جامعة بنها، حاليا كوردينيتور اوف ريسيرش بايو ستاتستك موديول اند برضو كوردينيتور اوف ايفيدنس بيز موديول في الانتجريتد ايدوكيشنال بروجرام اللي هو بيتطبق عندنا السنة دي لأول مرة بإذن الله، وبإذن الله coming soon يعني member of family medicine department برضو من new department اللي هي تم إنشائها السنة دي عندنا بإذن الله ضمن مجموعة من الـ department الجديدة في كلية الطب بإذن الله. أنا بالنسبة للـ scientific writing ده الكورس ده من أحب وأجمل المحاضرات اللي عندي والكورسات اللي عندي، لأن بصراحة أنا ما بذلش فيه مجهود، لأن الواحد بيشتغل فيه بيتكلم عن الشغل بتاعه. الواحد في الكورس ده بيتكلم في الشغل بتاعه، فهو بإذن الله مش هيبقى بالنسبة لنا فيه صعوبة، بالعكس هيبقى ممتع. أحب إن أنا أعرفكم برضو بجزء من الأعمال بتاعتي. الحمد لله أنا قمت بنشر عدد كبير من الأبحاث، منهم حوالي 5 انترناشونال. شاركت في مراجعة العديد من الأبحاث العلمية والرسائل العلمية، خاصة في الريسيرش والباي ستاتيستكس. أحب أراجع معاكم بسرعة الكونتنت بتاع الكورس بتاعنا اللي احنا استعرضناه في الديمو. بإذن الله كورس الساينتيفيك رايتنج هنتكلم فيه، هنعرف ايه اهميته بالنسبة لنا على المستوى العلمي والشخصي. هنعرف برضو معلش يا جماعة اسفة، بس اول مرة استخدم البرنامج، فبس ايه معلش سلايد شو ما كانش بادئ، كنت فاتحة على صفحة البرنامج. بالنسبة للكورس بتاعنا زي ما قلت لكم هنستعرض فيه أهمية الساينتيفيك رايتنج، هنستعرض فيه برضو إيه هو الكونتنت والكومبوزيشن بتاع أي ساينتيفيك بيبر. أول حاجة هنتكلم فيها على الإميراد ستراكشر، وهنعرف يعني إيه الإميراد ستراكشر. هنعرف إزاي نكتب introduction، نكتب objective، methodology، result section، discussion، ودي من أصعب الأجزاء بتاعة أي بيبر اللي هنتكلم عنها. هنعرف برضو إزاي بعد ما نخلص كتابة البيبر نعملها organization، إزاي نعمل planning for scientific for international publication، إيه هي الحاجات اللي ناخد بالنا منها أثناء scientific publication. برضو من الحاجات المهمة قوي في الأجزاء اللي احنا بنشتغل عليها إزاي إيه هي الإيثيكال إيشو والليجال إيشو المهمة اللي ممكن نتعرضناها أثناء البابليكيشن، والممكن تأثر على البابليكيشن بتاعتنا وعلى جودة الريسيرش بتاعنا، وبالتالي ممكن تسبب لنا مشاكل أثناء البابليكيشن. دي هنعرفها في الاخر. اخر الكورس هناخد زي بعض التمرينات على المشاكل اللغويه اللي ممكن تقابل الساينتست اللي معانا اللي بيشتغلوا واللي بيكتبوا، ايه هي المشاكل اللي بتقابلهم، ايه هي الكلمات المهمه والفريزس المهمه والسنتنس المهمه اللي ممكن الكلمات اللي ممكن الساينتست يقابلها واللي ممكن يستخدمها في كتابه البيبر بحيث يبقى الكتابه سهله وبسيطه بدون اي مشاكل. بالنسبة للساينتيفيك رايتنج كورس، الكورس بيتكون من جزئين، جزء الساينس اللي هنشرحه بإذن الله مع بعض، وجزء الرايتنج اللي هيبقى من مسؤولية حضراتكم إن انتوا تطبقوا اللي احنا خدناه بإذن الله في الأسايمنت اللي هيتاخد بعد كل ليكتشر، وفي الآخر خالص على الموديل اللي احنا هنديه بحيث حضرتك تكتبه ويبقى كأبليكيشن أو كإكسرسايز على كل اللي احنا خدناه في أثناء الكورس.
هدفنا في الكورس ان حضرتك تاخد السكيلز اللي تقدر بيها تكتب اي بيبر او تعمل دوكيومنتيشن للريسيرش للساينتفك ريسيرش اللي حضرتك هتعمله. ده هدفنا، هدفنا ان نطلع ناس عندهم سكيلز. كل اعضاء او المشتركين في الهاي سكول سنتر ما ينفعش يخرجوا من غير ما يبقى عندهم السكيلز بتاعه الريسيرش والسكيلز بتاع الساينتفك رايتنج. ما يهمنيش ان حضرتك تاخد نوليدج، النولج موجودة في كل مكان ببساطة قوي، ممكن أي نحصل على كم كبير من النولج، بس السكيلز للأسف محتاجة معاناة، محتاجة إيفورت، محتاجة تمرين وأبليكيشن، ومحتاجة إن حضراتكم يبقى عندكم صبر شوية في تطبيق الرولز والستاندرد اللي احنا هنقول عليها في الساينتفك رايتنج. بإذن الله بعد انتهاء الكورس اللي نفسه يكتب بيبر هيكتبها. الحاجة الوحيدة اللي هتمنعه إن هو ما يكونش عنده إرادة ان هو يكتبها، ودي حاجة خارجة عن ارادتنا. بإذن الله السكيلز هتاخدوها مننا بعد ما نخلص الكورس بإذن الله. تحت امركم في اي استشارات خاصة بكتابة الريسيرش او خاصة بكتابة الباي ستاتيستيكس او الستاتيستيكال اناليسيس، حاجة عادية بإذن الله. يعني بإذن الله عندي هدف ان حضراتكم كل واحد يخرج من الكورس يكون مطبقه على بيبر، وتكون دي اول بيبر نشرها معنا، وبعد كده يكمل حياته المهنية من أحسن لأحسن، ومن كتابة بيبر لكتابة عشرات البيبرز في فيلد معين أو سب سبيشاليتي هو حابب إن هو يكمل فيه. دي ببساطة هدفنا واللي إحنا مستهدفينه من الكورس ده. نتكلم النهاردة بإذن الله على الكونتنت بتاع ليكتشر 1 اللي احنا هنقدمها لكم النهاردة بإذن الله. هنحاول هي تبقى بسيطة وسهلة ما يبهاش أي مشاكل بإذن الله، ونحاول نخرج بإذن الله بعد الليكتشر دي عارفين نعرف نكتب يعني إيه introduction، ويعني إيه نعرف نكتبها إزاي، ونعرف نكتب الأوبجكتيف، ونتعرف على أهم مكونات إيه الميثودولوجي. أتمنى أن كل الحضور يكونوا كل المشاركين معنا يكونوا حضروا. أنا بحاول يعني إيه أن أنا اتأخرت شوية عشان كل يكون حضر بإذن الله. أنا شايفة الناس بتدخل. أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة قبل ما نبتدي ندخل في الكورس، هنشوف موديل للريسيرش بيبر اللي احنا بإذن الله مستهدفين ان احنا نكتبها. هي دي الريسيرش بيبر، هنتعرف عليها ونشوف شكلها الأول قبل ما نعرف ايه هي مكوناتها وازاي نكتبها. دي ريسيرش ارتكل انا منزلها لكم الجورنال بتاع الايسترن ميديترينيان هيلث جورنال اللي هو الجورنال بتاع الـ WHO في الميدل ايست اريا. عنوان الارتكل ادي شايفين زي ما احنا شايفين في الاول التايتل بيبقى مكتوب اهو، بيعرفنا الهدف بتاع الرساله دي او البيبر دي ايه. Association between gingivitis severity and lifestyle habit in young males in young Saudi Arabian males، في الشباب السعودي اللي هو ايه الميلز يعني مش الفيميلز. بيكتب تحت التايتل اللي هو الاوثرز والكو اوثرز بتاعه اهو، مها وعادل زي ما انتم شايفين، كل الانفورميشن عنهم مكتوبه تحتهم. طبعا بتختلف من ايه من ستايل مجله لمجله. بعد كده بيبقى بعد التايتل وبعد الاوثرز في حاجه اسمها الابستراكت اللي احنا اتكلمنا عليها في الديمو اللي هو ملخص البيبر كلها. طبعا انا لما بلاقي الابستراكت في اي مكان ابص عليه في الاول هو ده اللي هيعرفني اذا كان ممكن ادخل على البيبر دي ولا لا. ابستراكت بيتكون من السمري بتاع البيبر، بيتكون من باك جراوند، معلومات عامه عن الموضوع، ايمز الايم نفسه لازم يتكتب طبعا في الابستراكت، الميثودز تلخيص للميثودز، الريزلت والكونكلوجن. تمام، فعشان كده انا لما اقراه اعرف اذا كان البيبر دي مفيده ليا في البحث بتاعي ولا لا. بعد كده ندخل على الانترودكشن. الانترودكشن اللي هو بيشرح فيه الباك جراوند والامبورتنس بتاع الموضوع، وهي مشاكل الاريا اللي هو بيتكلم عنها اللي هي جينجفايتس، وازاي بتاثر على اللايف كواليتي بتاع الادوليسنت ميل في سعودي اريبيا،
وايه هو الجديد اللي هيقدمه في البيبر بتاعته دي، هيحل المشكله او يعمل ديكليرنج للنوليدج جاب اللي ايه اللي بسببها عمل البيبر دي. يعني من الاخر هو بيقول انا عملت البيبر دي ليه، ايه اهميتها وايه فايدتها. يعني هنعرفه دلوقتي باذن الله احنا بنتكلم على الانترودكشن. بعد الانترودكشن في اخر الانترودكشن بيبقى الايم، بعض المجلات بتخلي الايم كعنوان لوحده وبعض بتخليه بيتكتب اخر الانترودكشن. بعد الانترودكشن يدخل على السكشن بتاع الميثود اللي هو الطريقه اللي قدر بيها يحقق الام دي. خلاص هي ايه الميثودز بيقوم هو عاملها بطريقه الاستراكشر دي، ستادي ديزاين، الديزاين بتاع الاستادي، الاستادي سامبل، خد السامبل بتاعته او ازاي اختار البارتيسيبنت بتاعته او السبجكت او العيانين اللي عنده، جمع الداتا ازاي، جمع الداتا منهم ازاي، وفي الاخر بيشرحها طبعا بالتفصيل. في الاخر بيعمل بيتكلم او بيشرح ازاي عمل اناليسز للداتا اللي حصل عليها بعد داتا كولكشن. في الاخر في ethical consideration، دي طبعا statement مهمه قوي قوي لازم تبقى موجوده في اي بيبر. احيانا كتير بنبقى ناسينها، بيرجع لنا البيبر تاني يقول لنا فين الإيثيكال ستيتمنت اللي بتقول ان انت تتبعت كل الرولز والستاندرد بتاع الإيثيكس، وفين الابروفال بتاع الإيثيكال كوميتي بتاع الريسيرش إيثيكال كوميتي اللي موجودة عندك في الجامعة او المستشفى اللي حضرتك حصلت منها على الداتا. الريزلتس اللي بعد ما عمل الستاتيكال اناليسيس حصل على ريزلت، الريزلت تتكون من زي ما انتم شايفين تيبلز والريبورتنج بتاع التيبل او الكومنت على التيبلز، ولو حط جراف او ممكن ما يحطش جرافز لان الجرافز غالبا بتبقى في المجلات بتبقى بيفيز زياده، فغالبا بنكتفي بجدول والكومنت بتاعه. اخر جزء اللي هو الدسكشن، الدسكشن دي ايه هي الريزلت، بيستعرض فيها الريزلت بتاعتي ان كومباريزون ريزلت اوف اذر ريسيرشر او اذر ستادي، يعني مين معايا ومين ضدي، مين وصل للريزلت بتاعتي ومين كان الريزلت بتاعته هاير او لوور ذان اي ريتش. وبالتالي الدسكشن دي بتبقى محتاجه حبكه شويه ومحتاجه حرفنه شويه في كتابتها. ده جرافز، هو حطت هنا جرافز اهو وتيبل تاني. وده الـ دايما الايسترن ميديترينيان، الايسترن ميديترينيان دايما بيعمل ترجمه للبيبر بالعربي او بالفرنساوي او باي لغه تانية. ده هو ده طبيعه الجدول ده. تمام كده احنا استعرضنا شكل البيبر وعرفنا شكلها. نبتدي دلوقتي بإذن الله ندخل على المحاضرة بتاعتنا بتاعة النهاردة. استعرضنا البيبر، عرفنا مكوناتها، نبتدي بإذن الله دلوقتي نعرف ايه هي مكونات المحاضرة بتاعتنا النهاردة بإذن الله. في المحاضرة هنتكلم على الساينتيفيك بيبر. يعني ايه ساينتفك بيبر؟ ايه اهميه ان انا يبقى عندي ساينتفك بيبر وايه اهميه ان انا انشر اصلا؟ ايه هي الكومبوننت؟ هناخد اول 3 كومبوننت من الساينتفك بيبر. الانترودكشن هاخدها كلها، هناخد الاوبجكتيف، هناخد جزء من الميثودولوجي. اول حاجه ايه هي الساينتفك رايتنج؟ الساينتفك رايتنج هي ريبورتنج الاوريجينال ريسيرش ان جورنال اور اذر واي. يعني انا بنشر الريزلت بتاع البحث بتاعي في شكل بيبر او شكل بوستر او شكل برزنتيشن او ريفيو ارتكل او اي شكل من اشكال النشر المتعارف عليها واللي احنا هنعرفها مع بعض بالتفصيل في الايه في اثناء البابليكيشن. ده معنى الساينتفك رايتنج. الساينتفك رايتنج مختلف تماما على ان انا اكتب قصه، اكتب مقاله في جورنال، مختلف تماما. الكتابه بتاعتي اكيوريت واوبجكتيف، ما بتاثرش بالمشاعر، فيها حياديه تامه، عباره عن ريبورتنج الريزلت بتاعت الريسيرش ان انا وصلت له. ده هو الساينتفك رايتنج. الساينتفك رايتنج معظمه ساينس اكتر ما هو رايتنج. مفيش عندي تجميل للسنتنس، مفيش عندي البلاغه يبقى فيه عبارات لغويه، كنايات، استعارات، مفيش الكلام ده خالص. اوبجكتيف واكيوريت، مجرد ريبورتنج اللي انا شفته للمشاهدات اللي انا حصلت عليها في الريسيرش بتاعي.
وده هو حلاوته وسهولته. scientific writing بيتكون من ثلاثة aspect: thoughts اللي هي فكرة الريسيرش أو فكرة البحث اللي أنا عملته وبسببه بدأت أعمل reporting لي في شكل paper أو شكل review article أو شكل أي شكل من أشكال النشر. ده الثوتس بتاعي، فكرة البحث، الريزلت اللي حصلت عليها بعد ما انتهيت من البحث بتاعي، ومحتاج دلوقتي إن أنا أسوقها أو أعمل لها publishing. الستراكشر هي طريقة أو شكل البيبر اللي أنا هكتب بيها، كتابة البيبر غير كتابة الإسي غير كتابة السيسز غير كتابة الكومنتري غير كتابة الليتر أوف إديتور غير كتابة البرزنتيشن، كل حاجة لها ستراكشر معين. الستايل، الستايل بتاع الساينتفك بيبر سيمبل ووردز فيوست وورد سيمبل فيربس سيمبل ناون وخلاص، مش اكتر من كده. الستايل بتاعنا اللي بنتتبع اللي بنتبعه واللي هنتكلم عليه قدام باذن الله اللي هو اي بي اي ستايل اللي هو امريكان سايكولوجيكال اسوسيشن ستايل، ده هو ده كل الساينتفك رايتنج بيمشي على حسب الفورمات بتاع الاي بي اي ستايل. الكتابات الأدبية بقى لها ستايل تاني مختلف عننا، إنما لو حد سألك أو لو أنت عايز تشرح لحد، إحنا ماشيين كل العالم ماشي على الاي بي اي ستايل. طبعا في جامعات ممكن يبقى لها ستايلز أخرى، بس أشهر ستايل كل الناس ماشي عليه الاي بي اي ستايل. دي أنواع الأكاديميك رايتنج اللي أنا قلت لكم عليها، بنكتب نوتس، بنكتب ريبورت، بروجكت، إيسي، سيسز أند بيبر. الإيسي والسيسز زي ما انتوا شايفين هنا حضراتكم، الاسي والسيسز دي هي دي رسائل الماجستير او الدكتوراه اللي حضراتكم لو قدمتوا في اي جامعه او اي مركز بحثي هتاخدوها. اسي او سيسز، الاسي عباره عن ريفيو ارتكل، مجرد ان انا بجمع كل الناس اللي اتكلموا في الموضوع بتاعي لغايه كتابه البحث. السيسز انا بعمل بحث او بعمل اكتيف رول، بنزل اجمع داتا من عيانين، من تشيلدرن، من اي تارجت بوبيوليشن انا بشتغل عليه، ده السيسز. في اكتيف رول، في داتا بجمع. الاسي انا مجرد بجمع شغل الناس اللي قبلي واعرضه في ايه، في شكل زي ريفيو ارتكل، بيج ريفيو ارتكل، هو ده اللي هو رسائل بتبقى عندنا اسي او سيسز. البروجكت هو زي السيسز بالظبط، بس بيبقى له تايم ليميتد واللي له فند، وممكن من البروجكت لو عملت بروجكت بحث كبير اطلع منه رساله او رسالتين، بيبر او اتنين. يعني هو في الاخر البروجكت هو السيسز، هو ممكن يتاخد 1 بيبر منه، 1 بيبر او 2 بيبر او 3 بيبرز، يعني كل الانواع دي حاجه واحده تقريبا. ليه احنا بننشر البيبر؟ ليه احنا بننشر البيبر؟ حضرتك عشان توصل لمرحلة كتابة البيبر اكيد حضرتك عملت بحث طلع منه نتائج، فغير من غير الطبيعي ان حضرتك تعمل بحث وتجمع داتا ويطلع لك ريزلت وما تعملهاش ريبورتنج وتحاول تنشرها، ده غير طبيعي تمام. اكيد الريزلت حصلت عليها بعد مجهود وبعد معاناه تستحق ان هي تتنشر، تستحق ان غيرك ينتفع بيها ويقدر يطبقها عنده في الهيلث سيرفيس او المكان اللي هو الميديسن اللي هو الميديكال اللي هو بيشتغل فيه. تستحق ان انت حضرتك تحقق يور كرياتيفيتي يور كريديبيليتي، تحقق نفسك في الريسيرش. الريسيرش بعد الريسيرش المحترم بعد ما بنخلصه بنحس ان هو تقريبا هو جزء مننا، زي ما يكون طفل من اطفالنا، فما تقدرش تستغنى عنه، وخصوصا لو كان بحث محترم حضرتك قضيت فيه فتره في تجميع الداتا وهاي كواليتي ريسيرش، في تيم وورك عالي قوي، فحضرتك بتبقى يعني هو كجزء منك بتحس ان هو حقق لك كل طموحاتك تقريبا. حضرتك لما تنشر وتنشر كتير وتنشر ابحاث على مستوى عالي، خاصه لو كان في سب سبيشاليتي معينه حضرتك متخصص فيها، هيبقى لك فولور كتير، هيبقى لك اودينس كتير، ممكن يتم دعوتك ان انت تبقى كريفيور واديتور في مجلات عالميه، يتم دعوتك لكونفرنس عالميه. مرة في مرة لو حضرتك استمريت في السب سبيشاليتي بتاعتك ولك أبحاث مميزة، هيتم دعوتك في جميع أنحاء العالم لشرح أبحاثك وعرضها على الطلاب، وممكن يبقى لك كمان محاضرات خاصة. دي طبعا للناس بقى اللي هو إيه استمات وقضى حياته كلها في سب سبيشاليتي صغيرة وقضى فيها كل الأبحاث بتاعته.
طبعا سمعة طيبة بالنسبة لنا احنا في المراكز البحثية وفي الجامعات، ده تشانس عشان ان انا امبروف الليفل بتاعي والجريز بتاعي واخد الترقيات بتاعتي. برضو الافكار البحثية دي بتبقى معروضة كمنح في جامعات العالم، وفي اي ادارة بحثية بيبقى لها جزء من قسم اسمه المشروعات، بيحدد فند جاية من سواء من وزارة التعليم العالي أو وزارة الصحة أو حتى منح من الخارج لأي فكرة بحث ذات قيمة ممكن الكوميونتي أو كل المجتمع يستفيد منها. فعشان كده عملية نشر البيبر دي عملية لا غنى عنها، مجرد ما حضرتك تنشر أول بيبر هتبقى عايز تنشر تاني بيبر، هتبقى عايز تنشر تالت بيبر. بالإضافة كمان إن حضرتك ممكن لو انترستد في كتابة البيبر ممكن ده يبقى لك كارير بعد كده، حضرتك تبقى ميديكال رايتر، تفتح كتاب، تفتح مكتب للإديشن تراجع فيه الأبحاث العلمية وتساعد في النشر كمان الأبحاث العلمية، فممكن ده يدخل لحضرتك دخل تاني وتبقى كجوب تانية بالإضافة للإيه الجوب الأصلي. publish or perish، مقولة هامة بالنسبة للباحثين كلنا، يا لو ما اتنشرتش هتهلك أو هتتنسي ومحدش هيسمع عنك أو هتفضل في مكانك مش هتتقدم، فدي عملية حياة أو موت بالنسبة لأي باحث. السلايد دي أنا حبيت أكد بيها على السلايد a reason for publishing, a reason for good writer، حقق نفسك، حس بالأمل، متعة، في متعة في الكتابة خصوصا لو كتابة بحث ذات قيمة، الناس هتحس باهتمام كبير من الناس حواليك ان انت باحث وليك بالذات في المجال البحث العلمي، دعوتك للمؤتمرات، المنح اللي حضرتك هتحصل عليها، الكارير اللي ممكن حضرتك تعمل لك تعمل فيه شيفت للايه، خصوصا لو وجدت هواية في كتابة ومراجعة الأبحاث العلمية. في ناس عندها هواية وسكيلز، احنا في عندنا زمايلنا بيحبوا مراجعة الأبحاث بعد ما نكتب، هم لهم سنس شوية ولهم اللانجوج بتاعتهم وعندهم سكيلز شوية في حكاية اللانجوج والاستراكشر بتاع الجمل، بيظبطولنا الأبحاث بعد ما بنخلص، هو هواية عنده، فده ممكن تبقى بالنسبة لحضرتك كارير تستغله في زيادة دخل حضرتك. الميزه في الساينتفك رايتنج ان هو لازم يبقى سيمبل، تستخدم كلمات بسيطه، كلمات سهله سواء اسماء او افعال، سيمبل سنتنس نوت كومبلكس سنتنس، الافعال بتاعتك تبقى في زمانين بس، يا المضارع البسيط يا الماضي بسيط، سيمبل سنتن، سيمبل وورد، simple tense، present tense or past tense، مفيش اكتر من كده. حضرتك هتقول لي طب الcomplex sentence والgood structure دي حلوه قوي، وانا ساعات اقرا بيبر بتبقى الستراكشر بتاعه الجمل الباراجراف بتاعتها عاليه قوي واللغويات عاليه، تمام، بس ده حضرتك بيبقى بروفيشنال. حضرتك لو حاولت تعمل تكتب بالطريقه دي by your own words ممكن تسبب ان الريدر اللي هيقرا البيبرز سواء كان ريفيور او اديتور في مجله او حتى زمايلك او حتى بعد النشر لو اتنشرت مش هيبقوا فاهمين حضرتك هتبقى عايز تقول ايه، بالاضافه ان ممكن تكتب حاجه عكس ما انت عايز تقول، يعني ممكن يتفهم منك عكس اللي انت اصلا عايز تقوله، فعشان كده مش عايزين من الاول نكتب او يبقى في دماغنا ان احنا نكتب كومبلكس باراجراف او كومبلكس سنتنس. سمبليفاي as you can، short words، مضارع بسيط الافعال، مضارع بسيط او ماضي بسيط، هتلاقي الدنيا مشيت مع حضرتك وبدات تكتب باراجرافز كتيره قوي فوق ما انت تتصور. بالنسبه لنا حضرتك الكتابه لازم تكون في الاول زي ما احنا قلنا سهله، بس مش معنى كده ان انا ما بذلش فيها effort، عدم وجود الإفورت هيخلي الكتابة ملهاش طعم، هيخلي البحث ما يشدش اللي قدامك عشان يقرأ، وبالتالي لو ما شدش لو هو اتنشر والناس بدأت تقرأ وما شدهاش مش هتاخد حضرتك كريفرنس، البحث بتاعك كريفرنس عندها في الريسيرش بتاعها، فبالتالي السيتيشن بتاع حضرتك هيقل، ودي طبعا حاجة كلنا عارفينها، لو السيتيشن بتاعك عالي بيبقى الفولور بتاعك كتير، المجلات بتجري على حضرتك عشان تبقى ريفيور وممكن تبقى إديتور، فبالتالي عدم جودة البحث
البحث، عدم بذل إفورت هيخلي الناس ما تستمتعش بقراءة البحث، وبالتالي هيقل المهتمين بالبحث بتاع حضرتك. فاحنا مش معنى ان احنا هنكتب سيمبل وشورت ووردز وسيمبل فيربس وسيمبل سنتنس مش معنى كده ان احنا مش هنبذل فيها إفورت، لا احنا هنستخدم الحاجات دي، هنبذل فيها إفورت بس والسيمبليفيكيشن. الجماعة الإنجليز في كتاباتهم بيحبوا قوي الستراكشر والكومبليكس سنتنس، بس لو حضرتك مشيت بالنظام بتاعنا السيمبل سنتنس والسيمبل ووردز والسيمبل فيربس محدش هيقول لك حاجه ولا يقدر يغلطك، لان المهم في الساينتفك رايتنج الساينس، الفكره الريسيرش بتاع حضرتك هو ده المهم. الانجليز هم المدرسه بتاعتهم كده، بيحبوا الكتابه بيحبوا الستراكشر، ممكن رساله الدكتوراه توصل ل 500 صفحه، في حين الالمان اللي هم طبعا الساينس عندهم عالي والعلوم عندهم متقدمه جدا، رسالة الدكتوراه توصل لخمسين صفحة، ما بيحبوش الكتابة، بيكتبوا الساينس شورتلي بريفلي سيمبلي. دي مدرسة ودي مدرسة، احنا هنمشي في الوسط بين المدرستين، لا هنهمل الكتابة وفي نفس الوقت لا هنهمل الكتابة ولا هنهتم بالساينس، بس هنهتم بده وبده، بس الساينس أهم، حضرتك أهم، الصوت بتاع حضرتك ودماغ حضرتك اللي هتوصل بيه الفكرة كويسة تكتب بيها تعمل بيها الريسيرش هيسهل علينا عملية الكتابة ويسهل بعد كده على حضرتك عملية النشر، تمام؟ بس زي ما البيزك عندنا والكونسبت عندنا simplify as you can عشان ما تغلطش، لغايه ما ايدين حضرتك هتاخد على الكتابه هتلاقي نفسك بعد كده بتكتب الاستراكشر والكومبلكس سنتنس والكومبلكس باراجراف يعني ايه كويس جدا وبايه بجريد عالي قوي وبليفل عالي قوي. نجهز بقى بعد ما عرفنا اهميه الرايتنج واهميه الانترناشونال بابليكيشن، مهم قوي عندنا نعرف الستيبس بتاع البريبريشن فور رايتنج. هل يا دكتوره في ستيبس عشان اجهز نفسي كتابه؟ اه طبعا، عمليه مهمه زي الكتابه دي محتاجه ان حضرتك تعمل ستيبس عشان تجهز نفسك للايه للكتابه. ايه هي دي العمليه دي؟ اول حاجه هناخدها ستيب باي ستيب، ازاي نهيئ نفسنا ونهيئ الجو بتاعنا عشان نكتب ونكتب كويس وتبقى افكارنا متسلسله، ما نتعبش في الكتابه ولا نحس بايه باي مشاكل ولا احباط من الكتابه. اول خطوه قبل ما نعرف ايه هي البريبريشن فيز او بريباراتوري ستيبس فور رايتنج، لازم نعرف ايه هي الرايتنج بروسيس اللي محتاجه ان احنا ناخد كل الاحتياطات دي كلها اللي انت تتعمل لها بريباراتوري فيز. الرايتنج بروسيس عمليه مش سهله وفي نفس الوقت مش مستحيله، بس عايزه بريبريشن فور رايتنج. ايه هي الرايتنج بروسيس؟ هنتعرف عليها ببساطه، انا عاملاها لكم الدياجرام ده بحيث ان هو يبسط ويربط العمليه السايكل بتاعه الريسيرش بالرايتنج كلهم ورا بعض. الرايتنج بروسيس بتبدا اول حاجه بالريسيرش، ما انا مش هكتب بدون ما اعمل ريسيرش، يبقى ايه هكتب ايه؟ هكتب ايه بدون ما اعمل ريسيرش؟ لازم اعمل بحث اجمع فيه داتا واعمل فيه ستاتستيكال اناليسيس، يبقى عندي ريزلت. الريزلت دي بقى اللي انا وصلت لها هبتدي اكتبها في شكل بيبر. طبعا بعد ما اعمل الريسيرش بقرا، لازم اقرا في الليتريتشر كتير قوي، ابتدي اجمع الداتا، اجمع البيبرز، اجمع البوكس، كل السايتس اللي ممكن استخدمها في اخد منها معلومات عشان اكتب، لازم ايه هقرا، هقرا كتير جدا. يعني عمليه الرايت وعمليه الريسيرش من قبلها محتاجه قرايه كتير. بعد ما اقرا وجمعت بقى كل الابحاث اللي انا لقيتها مهمه بالنسبه لي، ديسكفر يور سيسز بلان، اعمل اوت لاين، هبتدي بايه وهشتغل ازاي وايه هي النقط بتاعه البحث بتاعتي. مهم قوي يبقى عندي نوت زي ما هنقول بعد كده اكتب فيها الخطه بتاعتي والستبس اللي هشتغل عليها. بعد ما عملت الخطه هبتدي اكتب، طبعا هبتدي اكتب، بعد ما اكتب هعمل ريفايز، هراجع على نفسي وممكن هراجع مره او مرتين او ثلاثه. بعد ما اعمل ريفيجن هعمل اديشن. يعني ايه اديشن؟ هوديها للمكتب اديشن او اديتور او واحد سكيلد قوي في الاديشن عشان يراجع لي الجرامر والاستراكشر بتاع الجمل. بعد كده في الاخر خالص في حاجه اسمها بروف ريد، بقى دي بقى للاكسبرت، اودي البيبر بتاعي للاكسبرت عشان يشوف الماينور ايرور قبل ما ابتدي ادخل على مرحله ايه الانترناشونال بابليكيشن. حد يشوف في الاول يقول لي هكتب وراجع واعمل اديشن وبروف ريد، بس العمليه مش بتبقى صعبه، هي البدايه الكتابه وبعد ما بتظبطها العمليه بعد كده بتبقى المراجعات دي سهله باذن الله.
دي هي الرايتنج بروسيس. انا عايزه حضراتكم الشكل ده يتحفظ قوي في دماغكم، يتحفظ التسلسل بتاعه الخطوات دي، عشان هي دي هتبقى في دماغنا على طول. طب يجي حد يقول يا دكتوره الريسيرش، طب انا مش عارف مثلا او ما خدتش ازاي اعمل ريسيرش. هقول لك، انا لخصت لك في السلايد اللي بعد كده ازاي اعمل ريسيرش او الخطوات بتاعه الريسيرش سايكل اللي هتوصلني ان انا اعمل رايت. دي خطوات الريسيرش. اول حاجه عشان اعمل ريسيرش، لو واحد ما يعرفش يعني يعمل ريسيرش ازاي، ابتدي ازاي يا دكتوره؟ اول حاجه ببساطه قوي، ايه هي الريسيرش بروبلم بتاعتك؟ ايه هي الريسيرش بروبلم بتاعتك؟ اعمل برين ستورم، اعمل عصف ذهني، فكر ايه هي البروبلم اللي انت شايفها قدامك اللي ممكن تعمل منها البحث. ايه هي الفينومنا او الظاهره اللي ظهرت قدامك ممكن تكون سبب للبحث او الاوبجكتيف بتاعك اللي انت هتدور عليه. ايه مجموعة من الناس عايز تدرس الخصائص اللي فيهم فيبقوا هم دول سبب البحث. دراج جديد نزل السوق عايز تعمل عليه بحث. هيلث بروجرام اتطبق، فاكسينيشن بروجرام، انفكشن كنترول بروجرام، عايز يشوف الافكتيفنس بتاعته او الافكس بتاعته قد ايه وتعمل له ايفالويشن. يبقى هو ده بداية البحث، او هو دي الريسيرش بروبلم بتاعتك، او هو ده الام بتاعك. تمام، بعد ما حددت مثلا نقول الانفكشن كنترول بروجرام اللي انا هشتغل عليه، هبتدي اقرا كتير قوي يعني ايه انفكشن كنترول، واقرا عنه كويس قوي. بعد ما ابتدي اقرا عنه، ابتدي ديفلوب حاجه اسمها الهايبوثيسز والاوبجكتيف. يعني ايه الهايبوثيسز والاوبجكتيف؟ اللي هو الفرضيه بتاعه البحث بتاعتي والام بتاعي، التارجت بتاعي. انا شفت الانفكشن كنترول، طب انا عايزه هعمل ايه في الانفكشن كنترول؟ هل انا هعمل مونيتورنج للبروسيس بتاع الانفكشن كنترول؟ هل هقارن بين الاقسام المختلفه في المستشفى في تطبيقها للانفكشن كنترول؟ هل هشوف الانفكشن ريت في ديفرنت هوسبيتال موجودة عندي في المدينة؟ هعمل ايه بالظبط؟ هو ده الاوبجكتيف بتاعنا او الايم اللي احنا وصلنا له بعد ما عملنا حددنا الريسيرش بروبلم بتاعتنا اللي احنا اللي هي في الاول ليه لانفكشن كنترول. قرينا عنها، لقينا ان انا انسب اوبجكتيف انا هعمله ان انا هقارن اشوف الانفكشن ريت في المستشفى بتاعتي ومستشفى مثلا ايه اللي جنبي او المستشفى بتاع وزارة الصحة وهقارن بينه. يبقى هو ده الاوبجكتيف. على اساس الاوبجكتيف ده كل الخطوات اللي جايه دي كلها هتتعمل عشان تحقق الاوبجكتيف ده. هعمل بريبريشن للريسيرش ديزاين انكلودنج سامبل ديزاين وستادي ديزاين. خطوه 4 دي اهم خطوه في الريسيرش كلها، هو ده الاساسات بتاعت الريسيرش. لو شبهنا الريسيرش بانه عماره، هي دي اساسات العماره اللي هي السامبل ديزاين والستادي ديزاين. لو السامبل ديزاين والستادي ديزاين مش كويسين او مش مكتوبين بحبكه، مش مكتوب فيهم كل التفاصيل، مش ماشيين على ستاندرد، كل العماره بتاعتك هتقع، وبالتالي لا هتعرف تكتب البيبر او البيبر بتاعتك هتبقى اوف لو كواليتي ومش هينفع تنشرها. فلازم الجزء ده يتظبط قوي قوي قوي، خصوصا مع اكسبرت، حد بتاع ريسيرش وحد بتاع باي ستاتستيشن. حتى لو حضرتك عارف ازاي تعمل الاستادي والسامبل، لازم حد يراجع عليك بالذات في الجزء ده، الاوبجكتيف والريسيرش ديزاين. بعد ما حضرتك عملت الديزاين بتاعتك، خلاص عملت الاساسات، تبتدي تجمع الداتا بتاعتك بالطول اللي هيحقق لك الاوبجكتيف، بالطول اللي حقق لك الاوبجكتيف. بعد ما تعمل الاوبجكتيف، هتبتدي تعمل اناليسز للداتا. بعد ما جمعت الداتا بقى بتاعتك اللي هي حققت لك الاوبجكتيف، هتبتدي تجمع الداتا وتعمل لها ستاتستيكال اناليسز في صوره جداول طبعا وجرافز، وتبتدي خلاص انت حصلت على الريزلت. اخر خطوه اللي هي خطوه رقم 7 اللي هي ايه؟ اللي هي بريبريشن للريبورت وبرزنتيشن ريزلت، اللي هي الرايتنج، اللي هي الساينتفك رايتنج. خلاص طبعا كل الستبس بتاعه الريسيرش دي لازم تبقى دان وذن افريم اوف اسكس. لازم الريسيرش يبقى الريسيرش بروبلم بدينه اسكس، في اسكس اثناء الديزاين بتاعنا، في اسكس اثناء الكوليكشن اوف داتا، في اسكس، وطبعا الميديكال اسكس دي حدوته كبيره، وفي لها كودز وفيها لها مراجعات. وطبعا حضرتك عشان تنشر اي بيبر بيبقى لك في ريسيرش كوميتي بتراجع عليك بتراجع الاسكال فريم بتاعك اللي هو بتاع الريسيرش. ببساطه كده اختصرت لكم الستيبس بتاعت الريسيرش اللي هي هتأدينا ان احنا نعمل ساينتفك رايتنج. نيجي نشوف البريباراتوري فيز اللي احنا قلنا عليه. التايم مانجمنت بتاعنا
عندنا أول ستيب من البريباراتوري فيز بتاعت الرايتنج. أول حاجة لازم نعمل تايم مانجمنت. يعني إيه يا جماعة تايم مانجمنت؟ يعني نرتب الوقت بتاعنا إزاي بحيث نلاقي أحسن وقت نقدر نكتب فيه. هو ده يا دكتورة محتاج وقت كويس عشان نكتب فيه؟ طبعا أي حاجة فيها تركيز فيها كتابة محتاجة وقت كويس، وقت أكون فيه حاسس إن أنا منتعش، إن أنا عندي تتابع وتسلسل في الأفكار، محتاج إن أنا أكتب، عايز في فريش برين، بفكر كويس قوي في الوقت ده. الوقت ده بيختلف من واحد للتاني، بس احسن وقت كل الناس اتفقوا عليه اللي هو الوقت بتاع الفجر. وقت الفجر ده من الاوقات المهمه قوي 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 في حياه الانسان، فلو الواحد جربه لفتره بيحس فعلا فيه بالهدوء والصفاء الذهني اللي ممكن فيه يذاكر، خصوصا قبل امتحانات يكتب حاجه في البيبر بتاعته في الرساله بتاعته. وهم حتى عملوا له دوكيومنتيشن عندهم في الليتريتشر وفي الكتب بتاع الاكاديميك رايتنج، اللي هو ايه، قال لك بعض الكتاب كتبوا اكتر من 50 كتاب مجرد ان هم يصحوا في وقت الفجر ده يكتبوا في كتاب او كتابين في وقت الفجر ده، قدروا يكتبوا فيه حوالي 50 كتاب في الساعتين او الثلاثة دول، وبقيت اليوم كله بقى فاضي لبقيه المهام بتاعته الشخصية او الايه العلمية في الشغل بتاعه. عشان كده وقت الفجر ده من الاوقات المبروكة قوي، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال بورك الأمتي في بكوريا. فبالنسبة لنا وقت الفجر ده وقت كويس قوي للكتابة اللي حضرتك تلاقي فيه تسلسل الأفكار. طيب جبت لكم في السلايد اللي بعد كده، ده للاطلاع بس، يعني اللي حد بيحب يقرأ في التايم مانجمنت واللي خد كورس أو وركشوب على التايم مانجمنت، بيقول لك الكوادرنت 2 ده هو ده أحسن كوادرنت اللي تقدر فيه تقدر تفرغه وتكتب فيه، تعمل الساينتيفيك رايتنج أو تكتب فيه البيبر بتاعتك. بقيت الأوقات حاول تقللها بحيث الوقت ده يبقى عندك الجزء ده أو الكوادرنت ده يبقى ياخد أكتر عدد ساعات عندك في اليوم بحيث حضرتك تقرأ فيه. الجدول ده ببساطة هو بيتكون من 4 سل زي ما أنتوا شايفين، بيتقسم الكوادرنت الأولاني important و urgent، الحالات المهمة والمستعجلة قوي اللي هي بتعمل استرس على الواحد، وطبعا يفضل ان الواحد يقلل على قد ما يقدر منها عشان بتبقى ايه بتعمل استرس جامد على الواحد. important و not urgent هي مهمة بس مش مستعجلة، فبالتالي مش مفيش اي مشكلة حضرتك ان انت تفضي فيها وقت للرايتنج بتاعك. الكوادرنت الثلاثة اللي هو urgent على طول، ده اللي بيستهلكنا قوي عمال على بطال، الايميلز والفون كولز طبعا قلل منها. اخر كوادرنت اللي هو الجنك ميل والحاجات اللي ملهاش اي لازمه، ده ممكن تفضيه وقت فراغك لاي حاجه ثانيه. فبيقول لك زود قوي من الكوادرنت 2، قلل من الثلاثه كوادرنت وزود من الكوادرنت 2، ده اللي هتقدر تكتب فيه حضرتك، هتقدر تكتب فيه ببساطه وهيوفر لك وقت كبير. طيب يجي حد يقول لي طب انا وقت الفجر ده انا ما بعرفش اصحى فيه، انا ما بعرفش اكتب الا في وقت العصريه. واحد تاني يقول انا بعرف اكتب وقت بالليل، يعني زي الوقت اللي احنا واخدينه ده بعد الساعه 8 بعد ما اكون خلصت شغلي خلصت اعمالي ومهامي. تمام، الوقت اللي حضرتك تحس فيه ان انت فريش، ان ده الساعه بتاعتك الكرييتيف، اقعد على طول واكتب وما تضيعش وقت. لازم تزور البيبر بتاعتك من وقت لاخر، يعني لازم كل يوم تزود حاجه في البيبر بتاعتك. ان شاء الله لو هتكون هتراجعها، ما انت مش عايز تكتب او مش لاقي حاجه تكتبها زياده، حضرتك بص بس في البيبر وراجع على البيبر والسنتنس بتاعتك. كل ما تقرا وكل ما تراجع عليها هتلاقي بعض الكلمات اللي ملهاش اي لازمه، بعض الكلمزي ترانزيشن، بعض السيلي فلو والنيدلس وورد اللي حضرتك مش محتاجها خالص. مهمه قوي حكايه تنظيم الوقت ده. تنظيم الوقت مع تنظيم الوقت وكل ده وانا بحضر نفسي للكتابه، الريزلت بتاعتي اللي انا حصلت عليها من ريسيرش مع الاكسبرت محتاجه ان انا اعرضها من وقت للتاني على زمايلي في الاسم، على الناس الاكسبرت في المجال بتاعي ده. لو انا مثلا بعمل بيبر مثلا في على الاورثوبيدكس مثلا، محتاجه ان انا اعرض الريزلت بتاعي على ناس اكسبرت في الاورثوبيدكس يشوفوا لي الريزلت بتاعتي، ايه الحته المهمه اللي ابرزها في الريزلت وانا بكتب. ممكن لو في اي سيمينار او ميتنج يوم علمي في الاسم ابتدي اظهر الريزلت، هيقولوا لي حاجات هتفيدني
في الانتربريتيشن بتاعي في الريزلت، وهتزود هتزود من الفاليديتي والاكيوريسي بتاعه كتابه البيبر بتاعتي. مهم قوي ان انا من وقت للتاني اعرض الريزلت بتاعتي على اكسبرت. بعد ما طبعا احنا حضرنا الوقت وراجعنا الريزلت، نبتدي نعمل كوندكشن لكمبيوتر بيس سيرش. طبعا انا دلوقتي عايزه احضر البيبر اللي انا هكتب منها، انا تمام، انا قاعده اهو في الوقت المناسب بالنسبه لي وعايزه احضر البيبر اللي انا عايزه هشتغل بيها. اعمل ايه؟ هبتدي ادور في الامبورتنت سيرشنج سايتس اللي زي ما حضراتكم شايفين قدامي هنا دلوقتي، دي important searching sites انا حضرتها لحضراتكم بحيث تسهل عليكم عملية البحث عن اي بيبر انتوا عايزينها. اول اتنين دول مختصين بالابستراكت زي ما قلت لكم، عشان اعمل time saving وانا بدور على البيبر لازم ادور اول حاجة على الابستراكت. الابستراكت هيبقى عبارة عن مجرد ملخص للموضوع بتاعي، يعني هو ده ملخص للايه للبيبر اللي انا عايزه اقراها، فانا لو قريته يبقى اكني قريت البيبر، فممكن اقرا 3 4 ابستراكت اكني قريت بيبر واحده، فبالتالي هوفر وقت واعمل مانجمنت كتير للوقت بتاعي. بعد كده عندنا الباب ميد، وده مشهور طبعا، ممكن حضراتكم تقدروا تتابعوه وكلنا بندخل عليه عشان نحضر منه بيبرز، جوجل سكولر، ساينس دايركت، الاوفيد، اي سي بي جورنال كلاب، الانفيو بويم، الدير ده خاص بالسيستماتيك ريفيو، في موقع اسمه سيستماتيك ريفيو. سيستماتيك ريفيو دي عباره عن ملخص لهاي كواليتي بيبر، يعني ممكن واحده سيستماتيك ريفيو تبقى عامله ملخص لاكثر من 10 12 ار سي تي اللي هي راندومايز كنترول ترايل، اللي هي البيست ستدي ديزاين او بيست ستدي، احسن انواع الريسيرش اللي هي الراندومايز كنترول ترايل زي ما هنشوف مع بعض. السيستماتيك ريفيو هي عبارة عن ملخص للايه للراندومايزد كنترول ترايل. حضراتكم لو استعنتوا بواحدة سيستماتيك ريفيو اكنكم استعنتوا بحوالي 10 12 بيبر، فبالتالي هتوفر لنا وقت لو شفنا سيستماتيك ريفيو على الموضوع بتاعنا. اليو اس ناشونال كليرنج هاوس ده برضو في البيبرز متقسمة على حسب الليفل بتاع الايفيدنس. كوكرين داتابيز اوف سيستماتيك ريفيو ده برضو موقع بتاع الكوكرين لايبراري، ده مهم قوي للسيستماتيك ريفيو. انا بقى مركزه لكم على السيستماتيك ريفيو لانها البيست ستدي ديزاين، بتجمع احسن انواع البيبر وتلخصها، فبالتالي موفره للوقت قوي. بعد كده انا عامله لكم ثلاث مواقع بالبولد اللي هو السيماجو والسكوبس والكينهال. ايه السيماجو والسكوبس والكينهال دي يا دكتوره؟ دي هتنفعنا بعد كده واحنا بننشر. الثلاث مواقع دول بيعملوا رانكينج للجورنال حسب الامباكت فاكتور او حسب الباورفول بتاع الجورنال ده. لو في جورنال قوي محتاج ان انا اعرفه، اعرفه من السيماجو، اكتب اسمه هيطلع لي الامباكت فاكتور بتاعه او الاس جي ار بتاعه، وبالتالي هعرف الجورنال ده قوي ولا مش قوي، انشر فيه ولا ما انشرش فيه. ليه انا بقول كده؟ لان احنا بعد ما بننشر اول بيبر بنلاقي في بعض الجورنالز بتبعت لنا وتقول انا الامباكت فاكتور بتاع 4 انشره عندي. لا، ما بيبقاش الجورنالز دي صادقه. لو حضرتك كتبت اسمها على السيماجو والسكوبس او الكينهال هتلاقيها ان هي مش موجوده عندهم ومش رانكت خالص، وبالتالي الامباكت فاكتور بتاعه ده ملهاش اي لازمه. الجدول ده جدول بيدينا بعض الكلمات اللي تسهل لنا عملية البحث على البيبر اللي أنا عايزاه. بعض الكلمات لو حضرتك كتبتها، بعض الحروف زي ما احنا شايفين، هتسهل عملية الكتابة وتوفر عليك وقت في ايه، في ان انت تبحث عن البيبر. اول حاجة كلمة اور، لو انا عايزة ابحث عن بيبر باسم child service مثلا، لو كتبت child or adolescent child or adolescent، انا عايزه child or adolescent health، يبقى هنا الكمبيوتر او الويب سايت او محرك البحث هيفهم ان هو هيجيب لي child paper لوحدها والadolescent paper لوحدها، مش هيجمع لي الاثنين. لو كتبت and هيجمع لي البيبر اللي فيها child والadolescent مع بعض، مكتوبين مع بعض في نفس البيبر، خلاص في نفس التايتل وفي نفس الايه الكومبوزيشن بتاع البيبر. لو كتبت near like near زي and، يعني هو هيقول لي مثلا انا عايز اشوف البرونكيال ازمه في الشايلد near
adolescent. يعني إيه لو كتبت الكلمة child near adolescent؟ يعني هيجمع لي البيبر اللي فيها child والadolescent الاثنين ما يبعدوش عن بعض بحوالي 5 كلمات. يعني child بعدها 5 كلمات هلاقي الادوليسنت مكتوبة جنبها. يعني ده في التايتل. أنا عايزة البيبر اللي أنا هنزلها عن child والadolescent والاثنين يبقوا مكتوبين جنب بعض. انا الفلتره بتاعتي او البحث بتاعي انا عايز اعمله كده، عايز اعمله على التشايلد والادوليسنت، فخايفه لو كتبت التشايلد لوحده او الادوليسنت لوحده ما يجيليش، او لو كتبت ده اند ده الاقي الاثنين بعاد عن بعض، او هو بيتكلم في جزء في التشايلد والادوليسنت مذكورين في حته صغيره. لا، ده انا عايزاهم الاثنين قريبين من بعض. طب انا عايز اشوف البرونكيال ازمة في التشايلد نوت الادوليسنت، يبقى هقول له كده دور لي على البرونكيال ازمة في التشايلد نوت الادوليسنت. يبقى اي بيبر فيها ادوليسنت هيبعدها لي، هيجيب لي بس البيبر اللي فيها برونكيال ازمة في التشايلد اللي هو الايدج بتاع التشايلد. طيب لو كتبت تشايلد اور ادوليسنت وحطيت الاثنين في قوسين زي ما حضراتكم شايفين هنا، هعمل لكم بالايه بالليزر بالتشايلد اور الادوليسنت كده زي ما احنا شايفين بين قوسين، معناها ان هو هيجيب لي البيبر اللي مكتوبه فيها تشايلد لوحدها، والبيبر اللي مكتوبه فيها ادوليسنت لوحدها، والبيبر اللي مكتوب فيها التشايلد والادوليسنت مع بعض. طريقه لطرق البحث، انا عايز كده. حتى دايما يقول لك طب انت كتبت ابحث ازاي عن البيبرز اللي انت حطيتها في البحث في الريسيرش بتاعك، فهتقول له كتبت مثلا كلمه اور اند نير نوت. وطبعا الناس اللي خدت الريسيرش خدت الايفيدنس بيز عارفه الموضوع ده قوي. يعني طيب الاستريكس او النجمه دي يعني ايه؟ يعني انا عايز اكتب برونكيال ازمه في التشايلد واحط بعدها استريكس، معناها ايه؟ هقول معناها ان المحرك البحث او الكمبيوتر هيبحث لي عن البرونكيال ازمه في التشايلد، في التشايلد هود، في التشيلدرن. بمعنى الاستريكس دي هتبقى بمثابه الحروف اللي هتتضاف على كلمه التشايلد. اي بيبر فيها الخمس حروف بتوع كلمه التشايلد بالاضافه لحروف اخرى هتجيلي في بعد ايه؟ بعد ما احط الاستريكس جنب التشايلد. يبقى انا بعد ما احط التشايلد برونكيال ازمه في التشايلد بحط بعدها استريكس، معناها البيبرز اللي فيها التشايلد وفيها التشيلدرن وفيها التشايلد هود هتجيلي في البحث بتاعي. طيب انا عايزه مش التشايلد بس، انا عايزه كلمه التشايلد تبقى عندي في التايتل، فاقوم كاتبه ايه؟ اكتب تشايلد او اكتب هيرنج زي في المثال ده، واكتب بين قوسين تي اي واقفل القوسين وادور عليها في البابل. معناها انا عايزه البيبر اللي بتتكلم على الهيرنج امبيرمنت وكلمه الهيرنج تبقى في التايتل. ما هي ممكن يجيب لك بيبر تدور على الهيرنج ما انتش لاقيها في التايتل، تدخل في البيبر تلاقيها مكتوبه جوه، فانا لا انا عايزاها في التايتل. طيب حاجة تانية، كلمة السو ده في البحث. لو أنا عايزة كلمة الهيرنج امبيرمنت واكتب انت جنبها بي ام جي وبين قوسين سو، معناها جيب لي البيبر اللي بتتكلم على الهيرنج امبيرمنت في البريتش ميديكال جورنال. تمام، يبقى كل البيبر اللي بتتكلم على الهيرنج امبيرمنت في البريتش ميديكال جورنال هتبقى موجودة عندي. آخر حاجة في طريقة البحث أو السيرش، أعمل limitation. يعني أعمل limit، أنا أقول له أنا عايزة البيبر اللي اتنشرت فيه الهيرنج امبيرمنت من بعد 2013، أو البيبر اللي اتنشر في هيرنج امبيرمنت باي أوثر فلان، وعندي أنا عارفة أوثر معين بيتكلم في الأبحاث دي، فأنا عايزة البيبرز بتاعته، أو عايزة في البريتش ميديكال جورنال، أو عايزة باللانجوج، عايزة كل الإنجليش بيبر المكتوبة أو الفرنش بيبر، أي حاجة. اي حاجة انا عايزاها بعملها باللمس. وطبعا الفلتر والفلاتر دي موجودة وكلنا بنستخدمها في ايه؟ في محركات البحث. فكل دي طرق بتسهل عملية البحث وبتوفر وقت في عملية البحث على حسب حضرتك عايز تبحث عن ايه بالظبط في البيبر بتاعتك. بعد ما خدنا طريقة السيرش نبتدي بعد كده، احنا عملنا سيرش نبتدي ننزل البيبر اللي احنا هنستعين بيها في البحث بتاعنا. ننزل البيبر، بعد ما نزلناها نبتدي نجمعها. أهم حاجة في تجميع البيبر وأنا بقراها بقى إن أنا يكون عندي كل المعلومات على الأرتكل اللي أنا نزلتها، كل المعلومات الخاصة بالأرتكل، بالأوثرز، بالبابليكيشن ديت، بالإديشن، بالبابليكيشن، بدار النشر بتاعتها، لو هي على ويب سايت ايه هي الإلكترونيك أدريس أو اليو ار ال بتاعتها، لو أنا خدتها من أخدت أبستراكت أو نزلت أبستراكت أحتفظ بالأبستراكت، كل الحاجات دي أحتفظ بيها تماما وأجمعها عندي في فايلات وإيه وأكتب عنها كل المعلومات، لأن المعلومات دي أنا هستعين بيها لما أستعين بالبيبر دي هحتاجها في كتابة الريفرنس.
كل البوكس والجورنالز اللي انا هجمعها لازم تبقى as updated as possible. اخر حاجه وصلت او قدرت اتحصل عليها من تجميع البيبر لازم تكون الموست updated. ما جيش مثلا انا دلوقتي في 2018 وجيب حاجه من 1990، غير مقبوله. بيقول لك في خلال 3 سنين، يعني 2018 لو انا هكتب دلوقتي بيبر اخد بيبر اخر 2015، الا اذا كانت بوك جورنالز انا محتاجها ان انا اكتب باراجراف عن هيستوري بتاع حاجه معينه او عن حد معين في الهيستوري، فمحتاج او تكنيك قديم، فمش مشكله ان انا استعين بريفرنس قديم، تمام. انما غير كده مش مسموح لي في خلال 3 سنين بيبر اكتب البيبر بتاعتي دلوقتي في السنه الحاليه من استعين بريفرنس من 3 سنين في الباس لاست 3 ييرز، بس مش اكتر من كده. طبعا كل ما تقرا اكتر كل ما كان احسن. لازم هنبذل ايفورت في الريدنج، وعمليه الريدنج دي يمكن بيتم اهمالها بعدد كبير من الناس، بس مع انها هي عمليه مهمه قوي ومحتاجينها في الكتابه عشان نعرف نكتب كويس قوي. بعد كده هنبتدي بعد ما بدانا نقرا نبتدي نعمل مايند يور بيز اند كيو. خلاص يعني ايه البيز والكيو؟ هنبتدي بقى نعمل الايه الخلاصه بتاعتنا. كل بيبر هنمسكها هنبتدي نقراها نطلع منها المفيد ونحط نعمل عليه ماركينج، نعمل عليه ماركينج باراجراف باراجراف. الباراجراف اللي اقدر الخصه الخصه جنبه، الباراجراف اللي فيه حاجات معينه ايديا معينه او نوفل ايديا اعمل بين قوسين واقول ان انا هاخد الباراجراف ده وهنقله زي ما هو. لو قدرت الخص الخص خلاص كل ده هقدر اعمله في البيبر بيبر بيبر وبوك بوك من اللي انا بشتغل عليه. عندي الناس ممكن تعمل الطريقه الخطوه دي بطريقتين. في ناس تعمل برنت لكل البيبر اللي عندها سواء كانت الكترونيك بيبر او الكترونيك بوكس، تعمل لها برينتنج وتبتدي تعمل حاجه مانوال، تبتدي تعمل ماركينج بالايه بالقلم على كل باراجراف هي شايفاه مهم وتعمل تلخيص جنبه او وراه في الورقه اللي وراه. التلخيصات دي هي اللي هتستعين بيها في كتابه البيبر، تمام. في ناس تانية لا تقول لك انا طب ما انا عندي الكترونيك بيبر ليه اعمل لها برينت واتكلف فلوس كتيره بالذات بعد ما الورق غلي، طب ما انا اعمل فايل الكترونيك فايل وابتدي كل جزء انا لخصته او عملت عليه ماركينج انقله في الفايل ده، فكل سيكشن في البيبر هيتحط فيه هيتحط في فايل وورد كبير قوي ويبتدي يتكتب عليه اسم الفايل ده فايل انترودكشن فايل ميثودولوجي فايل ريزلت فايل ديسكشن، وابتدي كل جزء انا هعمله من البيبرز اللي انا حصلت عليها او البوكس اللي انا اقراها ابتدي انقله في الفايل الالكترونيك ده وابتدي الخصه او اعمله بارا فريزنج او ايه احطه بين قوسين وهنقله زي ما هو في البيبر بتاعتي. خلاص فدي خطوه مهمه قوي ان انا بنقح البيبر بتاعتي وابتدي اجيب الخلاصه من كل بيبر، الخلاصه دي هي اللي استعين بيها في كتابه البيبر بتاعتي، سواء كانت ان انا اعمل برنت واكتبها مانيوال واكتبها في نوت وبعد كده انقلها على الوورد فايل بتاعه البيبر، او من الاول اخد الالكترونيك ارتكل وابتدي اخد منها الاجزاء بتاعتي اللي انا شايفاها كويسه واحطها في الفايل بتاعي اول باول وابتدي اراجع واعمل سمرايزيشن وبارافريزنج زي ما هناخد مع بعض باذن الله قدام، وايه في التدريبات بتاعتنا اللي حضرتكم هتاخدوها بعد ايه نهايه الليكتشر دي. هتاخد نوتس عن ايه؟ هتاخد نوتس على كل الاجزاء المهمه في البيبر اللي انت هتستعين بيها. ايه الاجزاء اللي انا هاخدها من البيبرز اللي انا هقراها؟ هاخد اجزاء من الانترودكشن، امال انا هكتب الانترودكشن منين؟ هكتبها من البيبرز اللي انا نزلتها، هكتبها من البوكس اللي انا نزلتها او اللي هي عندي، من السيسز اللي حصلت عليها من زمايلي، حد عمل رساله ماجستير او رساله دكتوراه خاصه في الموضوع اللي انا بعمل عليها بيبر هاخدها عندي، هتبقى كريفرنس ليا، كل المعلومات بتاعتها مكتوبه وهقراها واطلع منها اللي هيساعدني واللي هستعين بيه. هو ده النوتس اللي انا ايه اللي انا محتاجه ان انا اخدها عندي في كتابه البيبر. طب هاخد نوتس عباره عن ايه؟ هاخد هاو تو تيك نوتس بالسمرايز، هعمل سمرايزيشن للمين بوينتس اللي موجوده عندي، هعمل بارا فريزنج ان انا هكتب الامبورتنت انفورميشن بكلماتي انا،
هبتدي اعمل بارافريزنج للانفورميشن اللي موجوده في اي بيبر بالكلمات بتاعتي، الديتيلز المهمه اللي انا بعملها بارافريزنج بتبقى خاصه في الجزء بتاع الدسكشن. جزء الدسكشن محتاجه ان انا اعمل فيه بارافريزنج، اقول الريزلت بتاع الاذر ريسيرشر ان ماي اون ووردز، واقول مين اللي معايا ومين اللي اوبوزنج ماي ريزلت واكتبها. فمحتاجه سكيلز قوي في البارافريزنج. الكوتينج يعني ان انا اقتباس، هاخد الاكزاكت وورد واحطها بين قوسين واكتب الريفرنس بعدها. دي بتيجي اكتر في الاكزايتنج انفورميشن او نوفل ايديا، حاجه ما اقدرش ان انا اعيد صياغتها، هي تتكتب كده واكتب الريفرنس بعدها. طبعا هعمل نوتس بكومنتات، بعض الاجزاء انا ما بقاش فاهماها او محتاجه ان انا ابحث عنها اكتر او ان انا ادور اعمل عليها سيرش، فبكتبها جنب الباراجراف بتاعها، اكتب الكويشن بتاعي او الايديا عشان ارجع له تاني في اي وقت انا محتاجاه. يبقى هي دي النوتس او طريقه تيكينج النوتس وانا بكتب البيبر، السمرايز، البارافريزنج، الكوتينج، الكومنت. بعد ما عملت النوتس، طبعا انا عندي نوتس بكتب فيها سواء النوت دي الكترونيك او هارد نوت. الالكترونيك سايتس اللي انا دخلت عليها مهم قوي ان انا احفظها لان هرجع لها تاني، ممكن البيبر تضيع مني. فلو انا عملت بوك ماركينج للايه او حطيته في الفيفوريت عندي اللي هو اللوكيشن بتاعها او اليو ار ال بتاعها، اقدر الاقيها في اي وقت. مهم قوي ان كل اجزاء البيبر وكل اجزاء الريسيرش تتحط عند حضراتكم في الدرايف او على الايميل او هارد ديسك او اي مكان حضرتك تحتفظ بيه بره الكمبيوتر. كتير قوي حصلت مقاسي بسبب ان الكمبيوتر عطل، باظ، الداتا ما اتسيبتش عليه، ما كانش حاطين الاجزاء بتاعه البيبر والريسيرش على هارد ديسك اكسترنال هارد او حطيناها على الايميل. يعني حصلت مأساة مرة عندنا دكتور كان عامل بروجكت لمدة 4 سنين، وبعد ما خلصنا له الريزلت وكل حاجة حط السي دي هاي بتاعت الريزلت بتاعته في مع اللابتوب، اللابتوب اتسرق بالسي دي هاي، ما كانش حد فينا محتفظ بالريزلت اللي عملناها، ضاع شغله بتاع 4 سنين بسبب ان هو مش محتفظ بكوبي حتى على الايميل بتاعه، مجرد الداتا حتى نعيد الاناليسيس بتاعها فشغله ضاع. فبتحصل مقاسي من الموضوع ده قوي، عشان كده مهم قوي وانا بكتب البيبر احتفظ بكل جورنال او كل ارتكل انا نزلتها او كل بوك عندي سواء كهارد او كالكترونيك على السايتس بتاعتي، بالاضافه طبعا من قبل كده الداتا بتاعت الريسيرش بتاعتي عشان احتاجها لو هحتاجها تاني كده. احنا عملنا تقريبا البريبريشن بتاع الرايتنج بتاعنا، حددنا الوقت الظريف الكويس اللي انا ببقى فيه كرياتيف عشان اكتب فيه، حددنا ايه هي السايتس المهمه اللي هندخل عليها، جمعنا البيبرز بتاعتنا، كتبنا كل الانفورميشن بتاعتها، عملنا الكومنتات، عملنا سمرايز باراجرافات، عملنا بارافريزنج، احتفظنا بالسايتس بتاعتنا، احتفظنا بالداتا اللي هنكتبها وكل كل الارتكلز والبوكس بتاعتنا في البوك ماركينج. نبتدي بعد كده عمليه الكتابه. الكتابه لازم الساينتفك رايتنج هنعيد تاني وناكد ان هي شورت سيمبل تو ذا بوينت اكوريت، ما في بتبقى اوبجكتيف نوت سبجكتيف. لو حضرتك حسيت ان انت ما انتش قادر تكتب او الافكار ما بقاش في تتابع، حضرتك ممكن تاخد تريح شويه، تاخد هدنه، تفكر في اي حاجه تانية تريح نفسك. بعد كده حط جنب حضرتك برضو نوت في السرير وانت نايم، جات لك اي فكره عن البحث اكتبها. احنا بنعلم دايما الناس الريسيرشر لو جات لهم اي فكره وهم اثناء البحث وهم نايمين وهم في اي مكان يكتبها، يكتب في النوتس على طول. المفكره بتاعته دي هامه جدا، ممكن تجي له فكره ما تجيلوش تاني، فمحتاجين ان احنا يبقى معانا نوتس في كل وقت نأيد فيها ونكتب فيها الافكار المهمه اللي حجينا على الكتابه او على الريسيرش لو احنا في مرحله ما قبل الكتابه. نيجي بقى لعملية الرايتنج بروسيس. عملية الرايتنج بروسيس بتشمل رايتنج لأجزاء معينة على البيز اوف ذا فيموس ايميرالد ستراكشر اوف ساينتفك بيبر، اللي هو على حسب الفورمات بتاع الاي بي ستايل اللي احنا قلنا عليه.
الامراد ستراكشر او الامراد انترودكشن اللي هو بيشمل انترودكشن الميثودز الريزلت والديسكشن اللي هو اربعه بوينتس موجوده في الامراد ستراكشر. الامراد ستراكشر من اشهر الاجزاء او من اشهر الستايلات اللي بنكتب بيها بنكتب فيه جزء الانترودكشن اللي هو بيقول الاستادي دي عن ايه، بنكتب فيه جزء الميثودولوجي اللي هو بيقول انا ازاي حوصل لتحقيق الاوبجكتيف وازاي وصلت للنتائج بتاعتي. الديسكشن اللي هي الموست ديفيكالت بارت عندي اللي هو محتاجه ان انا اناقش الريزلت بتاعي في ضوء ما حصل عليه الباحثين الآخرين أو اتجه إليه الباحثين الآخرين. جمال الإمراد ستراكشر ده أو حلاوته أو سهولته إن أنا فهمه والباحثين الآخرين فاهمينه هنا وفي أي مكان في العالم، بالتالي إحنا متفقين على ستايل معين، فمش لا أنا حتوه ولا أنت حتوه مني. وده أشهر أنواع الستراكشر أو الساينتيفيك ستراكشر اللي بنكتب بيه. اول جزء في الامراد ستراكشر اللي هو الانترودكشن، مش عارفه تقريبا في حد عايز ممكن ياخد ريست شويه، ممكن ناخد ريست 10 دقائق لو مع حضراتكم ريست 10 دقائق قبل ما نبتدي في الانترودكشن. هنبتدي دلوقتي، تعتبر ده دلوقتي كانت زي مقدمه كده، هنبتدي دلوقتي في الكلام بقى الانترودكشن مكوناتها وازاي نكتبها وايه هي الفريزز المهمه او الجمل المهمه اللي بنكتبها في الانترودكشن وبتساعدنا في عمليه الكتابه. فاحنا كده هنستريح حضراتكم لمده 10 دقائق، بعد كده هنكمل مع حضراتكم ايه بقيه الليكتشر بتاعتنا النهارده. ولو حد عايز يكتب أسئلة ممكن إيه على الشات يكتب أي سؤال، لو حضراتكم عايزين إعادة فقرة معينة أو أي سؤال أنا تحت أمركم. نستريح شوية، رست شوية 10 دقايق ونرجع بإذن الله. أنا دلوقتي الساعة معايا 9:07، يعني حوالي على الساعة 9:15 كده نرجع بإذن الله. بعد إذنكم. السلام عليكم دكاترة، رجعنا مع بعض بعد 10 دقايق بعد الريست اللي خدناه. نتكلم بإذن الله على أول جزء من الأجزاء المهمة بتاعة الساينتيفيك بيبر اللي هي الانترودكشن، اللي هي الواجهة بتاعة البيبر بتاعة حضرتك. قلت حضرتك دي أول حاجة تقريبا هنكتبها. الانترودكشن لازم تبقى مميزة، لازم تبقى اكزايتنج، تجذب أي حد بيقراها بحيث ان هو يكمل قرايه البيبر ويستعين بالبيبر بتاعتك كسيتيشن او كريفرنس في الريسيرش بتاعه، وهو ده المكسب بتاع حضرتك، او ان هو يستخدم البيبر بتاعتك في تحسين اي هيلث سيرفيس عنده او علاج مريض، وهو ده برضو البنفيت بتاع حضرتك ده اللي هتاخده من الريسيرش بتاعك. اي بيبر غالبا ما بتبقاش اكتر من صفحه واحده، يعني تقريبا كده 10% من عدد صفحات البيبر. البيبر تقريبا بتبقى من 9 ل 10 صفحات، بعض المجلات تقول لك لو زودت عن ال 10 صفحات الصفحه الزياده بفيز كذا، فغالبا احنا بنخلي الانترودكشن سمرايزد اكزايتنج تو ذا سكوب، مش زياده ما تزيدش عن صفحه تقريبا بالذات في البيبر. الانترودكشن بتتقسم لثلاثة سيكشن او ثلاثة باراجراف. الباراجراف الاولاني ايه اللي احنا عارفينه عن البروبلم او عن المشكلة او عن الديزيز او عن التريتمنت اللي انا بكتب عليه البيبر. تاني باراجراف ايه هو اللي احنا مش عارفينه، ايه هي النوليدج جاب اللي عندنا، ايه هي البروبلم اللي حصلت في الريسيرش قبلي اللي اشتغل على نفس المشكلة دي او على نفس التريتمنت،
ثالث باراجراف ليه احنا بنعمل الاستادي دي وايه اهميه الاستادي وازاي هي هتعمل اوفركامنج للنوليدج جاب او هتعمل سولفنج للبروبلم اللي بنعاني منها او اللي هي ايه حصلت في الريسيرش قبلنا اللي عمل استادي للبروبلم بتاعتنا دي او عمل استادي على التريتمنت الجديده اللي احنا بنشتغل عليه. فهي دي تقريبا الثلاث سكاشن بتاعت الانترودكشن. طيب هل هي دي بس اللي هنعرفه عن كتابه الانترودكشن؟ لا، ده هي بس في الاول كلاسيفيكيشن، برود كلاسيفيكيشن للانترودكشن. ندخل بعد كده على تفصيل اكتر للانترودكشن. كتابه الانترودكشن محتاجه جود بيبر، وجود بيبر يعني جود ستادي ديزاين، يعني سترينث او سترونجست ستادي ديزاين لازم حضرتك تستعين بيها، الموست فاليد والموست ريليفنت تو يور ريسيرش اند موست اكيوريت. يعني من الاخر محتاج راندومايزد كنترولد ترايل او سيستماتيك ريفيو او هاي كواليتي كوهورت ستادي. محتاج ان انت تستعين باقوى استادي على قد ما تقدر. ما لقيتش ادخل بعد كده على الويكست الليست سترونجست او اللي هي الويكست استادي اللي هي الكيس كنترول، او ما لقيتش بتدخل على الكيس سيريس او الكيس ريبورت. دي بالنسبه للبيبر اللي هتستعين بيها في كتابه الانترودكشن، من الاقوى للاقل على قد ما نقدر هنكتب من اقوى ريزلت، موست ابديتنج، موست ريليفنت، موست اكيوريت. تمام، هنعرف مع بعض ازاي نعرف الاستادي ديزاين دي قويه او مش قويه في السكشن باذن الله بتاع الميثودولوجي. بعد ما جمعنا البيبر بقى وهنبتدي نكتب، ما ينفعش تكتب اول جمله عندك في الانترودكشن جمله تمت كتابتها في اكتر من بيبر قبل كده، جمله مستهلكه زي ازمه از موست كومن كرونيك ديزيز اوف تشايلدهود، عادي بنسمعها كتير. لازم اول جمله تبقى بتشد الانتباه، اكسايتنج انترستنج، خلاص لازم بالذات ناخد بالنا من اول جمله او من اخر اول جمله في اول باراجراف في الانترودكشن. ما تبدأش الباراجراف بتاعتك وما تبدأش الانترودكشن اول باراجراف في الانترودكشن بانك بتتكلم على previous study. كلامنا على previous study بيجي بعد ما بنتكلم على باك جراوند والامبورتنس بتاعت البروبلم. دي ترتيب زي ما هنعرفه دلوقتي ايه في الانترودكشن. في ناس بتكتب يعني بتبقى غلطه عندهم في كتابه الانترودكشن، يقول لك previous study shows that the injury rate was كذا كذا كذا. لا، انا عايزه الاول تتكلمني على باك جراوند وبعد كده ادخل لي البريفيس ستادي او البيبرز او الابحاث الثانيه عملت ايه. البيزك فلو بتاع الانترودكشن زي ما احنا شايفين فروم جنرال تو سبيسيفيك، ابتدي باك جراوند اتكلم عامه زي ما بنشوف اي فيلم او اي مسلسل، يبتدي اول حاجه يكلمك على الشخصيات وحياتهم، بعد كده يدخل على البروبلم او المشكله الحدث تتعقد وبعد كده تتحل. هو بالظبط كده كتابه الانترودكشن او كتابه اي ريبورت، لازم من الجنرال تو ذا سبيسيفيك. يعني هنقسم برضو الانترودكشن لثلاثة اريا. الاريا الاولانيه ايه هي الفيلد اللي بنتكلم عنه، بنتكلم على ايه، على تريتمنت بتاع كانسر، على تريتمنت بتاع انفكشوس ديزيز، نتكلم على دايجنوستيك ميجر، تتكلم على نيو ابروتش فور سيرجري، تتكلم على ايه بالظبط، ايه الامبورتنس بتاع الموضوع بتاعك. ده اول باراجراف. تاني باراجراف ايه هو الجاب او النوليدج جاب اللي عندك. النوليدج جاب دي عندنا طبعا، عندنا في اي ريسيرش او اي فيلد عندنا في اكيد نوليدج جاب، في بروبلم، في مشكله حصلت مع الريسيرشر اللي قبلي خلت في ديفكت في المعلومات او ديفكت في التريتمنت او ديفكت ايه في الفيلد اللي انا بشتغل عليه او الاستادي اللي انا بشتغل عليه، فده محتاج ان انا ابينها. بعد كده نتيجه وجود المشكله دي او نتيجه وجود النوليدج جاب دي محتاج ان انا اعمل الاستادي دي. انا بسوق، شوفوا انا بسوق للاستادي بتاعتي، محتاج ان انا اعمل الاستادي دي عشان اوفركم ذا بروبلم او اوفر او اكسبلورينج ذا جاب اور اكسبلورينج ذا بروبلم وازود النوليدج اللي عندي في الاريا دي. خلاص، يبقى انا ببتدي برود كونتنت او برود باراجراف عن الباك جراوند والامبورتنس، بقول ايه المشاكل اللي عندنا وايه الديفكت اللي عندنا. بعد كده بقول نتيجة وجود المشاكل دي ونتيجة وجود العيوب في الاستادي اللي قبلي محتاجة ان انا اعمل الاستادي دي واعمل الاستادي بالاوبجيكتيف بتاعي ده بالميثودولوجي بتاعي ده عشان اوفركم ذس بروبلم.
خلاص. يبقى دي ببساطة الكونتنت أو الكلاسيفيكيشن بتاع أي انترودكشن. خلاص. طيب هل يا دكتورة هو ده بس اللي هنعرفه عن تقسيمة الانترودكشن؟ لا، ده the general classification. في عندنا detailed classification هناخده دلوقتي خلاص، وهناخد بعده تطبيق على موديل او يعني انترودكشن مكتوبه كويس قوي، وهنشوف هل هو طبق الديتيلد استراكشر بتاع الانترودكشن دي ولا لا. بس اهم حاجه نعرف ان في ثلاثة اريا او ثلاثة باراجراف او حتى يعني اكتر من باراجراف، بس الباراجراف بتمشي كده: الباك جراوند، بعد كده ايه البروبلم او النوليدج جاب، بعد كده انا الرول بتاعي ايه، انا هعمل ايه في الاستادي بتاعتي. نيجي نبص على detailed classification of introduction. steps of good introduction. أظن بالتقسيمة اللي أنا كاتبها لكم ده على فكرة يعني من كورس من مانشستر فاكولتي اوف لينجويستيك في اللينجويستيك سكول. دي يعني كان كورس اكاديميك كورس، يعني كان الحمد لله عندي الكوبي بتاعته واستعنت بيه في الكتابة لأنه لقيته the most specific detailed structure للانترودكشن. بالآخر هو يعرفك تكتب الانترودكشن ازاي. اول ستيب فيه states the importance of the topic. هو عبارة عن ثلاثة ستيبس. اول ستيب اللي هي الاولانية اللي هي الباك جراوند او الامبورتنس. اول ستيب states the importance of the topic. اول حاجة باك جراوند information on topic. باك جراوند information on the topic اللي هو المعلومات العامة عن الموضوع بتاعي، أهم معلومات بتكلم عنها على الموضوع بتاعي. إيه أهمية الموضوع ده؟ ليه إحنا بنتكلم عنه؟ هو ابتدى من إمتى؟ يعني هو ده اسمه background of information of topic. أو define the research problem and its importance. أشوف إيه هي research problem اللي انا هتكلم عنها. الهيباتايتس انفكشن، الانفكشن ريت العالي اللي موجود في المستشفيات، هعرف الانفكشن كنترول وهعرف الانفكشن ازاي انا بقيسه واتكلم الامبورتنس بتاعه. يعني اما هبتدي بالتوبيك ده او بالتوبيك ده، ده ياخد تو سنتن مثلا وده ياخد او ده ياخد تو سنتن، ويبقى دي هي البدايه بتاع الباك جراوند انفورميشن او الفيرست باراجراف اوف انترودكشن. بعد كده suggested، بعض الاحيان او بعض المواضيع محتاجه ان انا ديفاين بعض الكي تيرمز. لو انا بتكلم عن بعض ابريفيشن، بعض الاستخدامات، بعض البروسيسز او بعض الانسترومنت اللي يمكن في حد مش عارفها، بعض الابروتشز اللي محدش يعرف عنها محتاجه تتعرف. فلو في حاجه زي كده اعمل لها ديفينيشن انسايد ذا فيرست باراجراف اوف انترودكشن. optional يعني ممكن او مش ممكن. classify previous approach زي ما قلت لكم بعمل surgical approach في الني مثلا، خلاص في الايه في الني، فمحتاجه ان انا اعرف ال previous approaches وعشان ابتدي اتكلم بعد كده على new approach اللي انا هستخدمه. ممكن لو طبيعه الاستادي بتاعتك تستدعي ان انت تستعرض ال previous approaches اللي هم استخدموا، او previous approach for evaluation ل health program او vaccination program، اي حاجه محتاجة حضرتك تستخدمها فتعملها دي optional يعني ممكن أو مش ممكن. وبالإضافة بقى للحاجات دي review previous research in the field، تستعرض حضرتك ال previous researcher أو previous research اللي اتعملوا في التوبيك بتاعك اللي حضرتك بتتكلم عنه. يعني حضرتك هتتكلم عن الباك جراوند على الموضوع بتاعك او تتكلم على الامبورتنس، ممكن لو في كي تيرمز تعمله، ممكن لو في بريفيوس ابروتش، وتختم بالبريفيوس ريسيرش او بريفيوس ستادي اللي اشتغلوا في نفس المجال بتاع حضرتك او نفس التوبيك بتاع حضرتك والريزلت بتاعتهم كانت ايه. كل ده في الفيرست باراجراف او فيرست تو باراجراف بتاعت الانترودكشن. تمام، دي البدايه، دي الدخله بتاعت الانترودكشن. الباراجراف الثاني او الباراجرافز الثانيه اللي بعد كده هتشول بروبلم وذ بريفيوس ريسيرش. انا يا اما عندي نوليدج جاب يا اما عندي بروبلم في البريفيوس ريسيرش او ستادي. كريتيسايز بريفيوس ريسيرش اور ميثودز باي شوينج ذا ويكنس اوف ثيوري. يعني انا محتاج ان انا اشوف البريفيوس ريسيرش ايه المشاكل اللي كانت فيه قبل كده. هل في مشكله ان الاستادي ديزاين بتاعته كانت ويك، كان كيس سيريس، كانت كيس كنترول، محتاجه ان انا اعمل في الفيلد ده
بتاع مثلا انفكشن كنترول او بتاع النيو دراج اوف هيباتايتس، اعمل راندومايز كنترول ترايل عشان اشوف الافكت بتاع الدراج ده في الكيور ريت بتاع الانفكشن كويس ولا لا، فمحتاجه راندومايز كنترول ترايل. يبقى المشكله بتاعه الريسيرش او الميثودز بتاعه الاستدي اللي قبل كده ان محتاج ان انا اعمل راندومايز كنترول ترايل. خلاص يبقى انا بقول ان محدش عمل الراندومايز كنترول ترايل في الحته دي، فمحتاج ان احنا نعمل تمام، او ان الاستادي اللي قبلي الناس اللي اشتغلوا اللي قبلي كان السامبل سايز او عدد المشاركين معاهم في البحث عددهم قليل، فمحتاج ان انا ازود عدد المشاركين في البحث. يبقى دي ويكنس بوينت. تاني حاجه لو في نوليدج جاب في حته عن الكومبليكيشن او السايد افكت بتاع الدراج ما حدش تعرض لها، او حاجه في السيفتي بتاع الدراج ما حدش تعرض لها قبل كده وما فيش كلام عنها في الليتريتشر او في البوكس او الجورنال، محتاج ان انا اوفركم ذس او ان انا اوضح ذس نوليدج جاب وابتدي اوضحها للناس في الباراجرافز بتاعتي او تاني جزء في الانترودكشن بتاعي اللي هو بيشمل البروبلم وبيشمل النوليدج جاب. كل ده بسوق للباراجراف الاخير اللي هو الهدف بتاعي اللي انا عشان كده عملت الاستادي بتاعه. يبقى اول باراجرافز 1 باراجراف او 2 باراجرافز على حسب الموضوع بتاعك بيتكلم على اهميه الموضوع، المشكله، لو في كي تيرمز هوضحها اعمل لها ديفينيشن، لو في بريفيوس ابروتش على حسب الموضوع برضو بتاعك هتكلم عنه، ولازم استعرض البريفيوس ريسيرش اللي اشتغلوا معايا في نفس او استعرضوا نفس التوبيك ده تمام. تاني جزء بتاع الانترودكشن بتكلم على البروبلم اللي حصلت البريفيوس ستادي او في البريفيوس ريسيرش، ايه الويكنس بوينت اللي عندهم او ايه هي النوليدج جاب الحته اللي لسه ما حدش اتكلم عنها وفيها ميسنج محتاج ان انا اعمل عليها ستادي، بسوق للايه اللي جاي بعد كده. هناخد دلوقتي لا اسفه اللي هو ستيب 3، ايوه هي اللي هي اخر جزء في الانترودكشن اللي هي بعمل فيها انترودكشن للبيبر بتاعتي كسوليوشن للبروبلم اللي حصلت في الاذر ريسيرش او اللي هتعمل ديكلاريشن للميسنج نوليدج في ريسيرش. يبقى انا كده بعد ما سوقت البروبلم ابتدي اسوق للريزلت للبيبر بتاعتي اللي هي هيبقى فيها حل للمشكله او جزء من حل من المشكله. بكتب فيها ايه بقى في الباراجرافز الاخيره بتاعه الانترودكشن، indicate clearly how the purpose of study is to solve the problem. انا ايه اللي عندي او ايه الراشونال بتاعي اللي انا عملت عشان الاستادي اللي هتحل المشكله دي اللي انا ذكرتها قبل كده، هتحل المشكله البروبلم او overcome this gap in knowledge in your field، بان انا اتكلم بقى فيها بايه على الاوبجكتيف بتاعي. عشان المشكله دي حصلت بقول عشان المشكله دي حصلت انا عملت الاستادي دي عشان describe مثلا الايفكت بتاع الدراج الفلاني على ايه على الديزيز الفلاني تمام. انا كده اتكلمت اهو ووضحت الهدف بتاع الاستادي بتاعتي. او indicate how your approach is different from previous. انا زي ما قلت لكم في عندنا surgical approach كتيره حاجات هيستوريكال، وفي عندي النيو ابروتش اللي انا هتكلم عليه دلوقتي اللي هو الجديد، محتاج ان انا اقول هو مختلف عن ايه عن البريفيوس ابروتش، ايه الجديد فيه، بيعمل تايم سيفنج، هل الايفكت بتاعته قليل، الانفكشن ريت قليل، الكومبليكيشن فيه اقل. يبقى ده اللي هو اللي انا بسوق فيه للايه للبيبر بتاعتي. او اوبشنال بقى ده على حسب، بعض الناس بتكتب جزء من الميثودولوجي في نهايه البيبر في نهايه الانترودكشن بتاعتنا دي، بعض الاحيان في بعض الجورنالز ممكن تكتبها وممكن لا. اوبشنال برضو ممكن سامرايز المين ريزلت، ده في بعض الفيلد بس عندنا غالبا مش في الكلينيكال. اوبشنال الاورجنايزيشن بتاع الاتش سيكشن، هتقول انا عندي البيبر بتتكون من 4 سيكشن او 5 سيكشن 1 2 3، غالبا مش الفيلد بتاعنا، مش بنكتب احنا الجزء ده في الميديكال فيلد، مش الثلاثه الاخرانيين دول مش بنكتبهم، خاصه الاولاني اللي هو نمبر جي الميثودولوجي ممكن، انما الاثنين الاخرى دول لا مش في الانترودكشن خالص عندنا، انما اللي هو الجزء بتاع الميثودولوجي ده بنكتبه. يعني في بعض الجورنال يقول لك لخص لي الميثودولوجي في اخر سطرين او ثلاثه بتاعه الانترودكشن. يبقى الباراجرافز الاخيره بتاعه الباراجراف 1 باراجراف او 2 باراجراف بتاع الانترودكشن هانتروديوس يور بيبر از ا سوليوشن اوف ذا بروبلم اللي حضرتك اتكلمت عليها في السكشن الثاني. يبقى احنا نراجع تاني مع بعض السكشن قبل ما ندخل على الموديل بتاعنا اللي هنشوفه هو طبق الخطوات دي ولا لا.
الباراجرافز الأولانية بتتكلم على الامبورتانس اوف توبيك، الباراجراف الثانية بتقول هي ايه البروبلم او النوليدج جاب اللي احنا هنشتغل عليه، الباراجراف الثالثة عشان وجود النوليدج جاب او عشان وجود البروبلم انا هبتدي اسوق للبيبر بتاعتي دي بان انا اقول ان هي حل للمشكلة دي او ان هي ديكلير الجاب في النوليدج اللي موجودة عندي. تمام، يبقى هو ده الثلاثة سيكشن، ديتيلد كلاسيفيكيشن او ديتيلد ستراكشر للانترودكشن بتاعت ايه، بتاع اي ستادي او اي ريسيرش. ندخل بعد كده على الموديل بيبر بتاعت الانترودكشن اللي انا محضرها لكم، هي هنتكلم فيها على هي عباره عن راندومايزد كنترول ترايل، راندومايزد كنترول ترايل اوف ذا يوز اوف بالمونري ارتي كاستر ان هاي ريسك سيرجيكال بيشنت. طبعا دي انا مختاره لكم انترودكشن بتاع موديل بيبر، يعني تقريبا كل الايتيمز بتاعه الانترودكشن اللي قلناها دلوقتي هتلاقوها فيها زي ما احنا ايه هنشوف دلوقتي مع بعض. دي الانترودكشن، نقللها شويه بس عشان نشوف. اول حاجه الكومنت ده، نقرا اول جمله مكتوبه في الانترودكشن وهنشوف هي دي حققت انهي جزء من الاجزاء اللي احنا قلنا عليها في الانترودكشن. احنا قلنا البيبر بتتكلم عن بالمونري كاستر، عن البالمونري كاستر بتاعت ايوه الموديل دي بتاعت راندومايزد كنترولد ترايل اوف ذا يوز اوف بالمونري ارتري كاستر ان هاي ريسك سيرجيكال بيشنت. تمام، اول عباره واول سنتنس بتتكلم عن كلينيكال فاليو اوف داتا اوبتين فروم بالمونري ارتري كاستر ريمين انبروفن. يبقى هو دلوقتي ده بيعمل clear statement of the research problem، يبقى هي دي أول حاجة اتكلم على importance بتاع البروبلم إن البالمونري artery كاستر لسه لم يتم تأكيد صحتها أو جودتها في استخدامها إيه للسيرجيكال لهاي ريسك سيرجيكال بيشنت. يبقى دي أول حاجة عمل clear statement of the research problem أو باك جراوند على الريسيرش بروبلم اللي هو بيتكلم عنها. تاني حاجة عمل ديفينيشن للكي تيرم، هنشوف هنا ايه الكي تيرم اللي هو عملها. لايت فليكسيبل بالون تيبد فلو دايركتد بالمونري ارتري كاستر ووز انتروديوس كلينيكالي 3 ديكيد اجو. يبقى هو هنا عرف ايه هي البالمونري ارتري كاستر، هي عباره عن لايت فليكسيبل بالون تيبد فلو دايركتد استخدمت في 3 ديكيد اجو. يبقى ده عمل definition of the key term، هو هنا عنه اول حاجة عمل الـ statement للـ research problem، تاني حاجة عنده في ناس ما تعرفش يعني ايه pulmonary artery catheter فعمل لهم definition للـ key term اللي هو استخدمها، خلاص ابتدى يتكلم عنها واستخدمت امتى. تاني جزء اتكلم عنه more than one half million one and a half million pulmonary artery catheter are inserted into medical and surgical patients in North America annually. هو هنا بيتكلم على importance بتاع البروبلم، هو قال المشكلة دي مشكلة مهمة قوي بتأثر على عدد كبير من الناس لدرجة ان حوالي 1.5 مليون من البلمونري ارتري تم استخدامها في العيانين السيرجيكال في امريكا الشمالية كل سنة، كل سنة بيتم استخدام 1.5 مليون بالمونري ارتري كاستر، فبالتالي محتاجين نعرف هي نفع ولا مش نفع، خلاص. يبقى هو هنا بيتكلم على الامبورتنس اوف بروبلم. يبقى اول حاجه عمل كلير ستيتمنت خلاك تحس باكزايتنج عايز تعرف يعني ايه البالمونري ارتري كاستر، عرفها، عمل قال الامبورتنس بتاعها بالنسبه للمكان اللي هو فيه. بعد كده بيكوز observation study have suggested an association with increased mortality. بيقول ان في بعض الobservational study، خلوا بالكم observational مش معناها يبقى معنى كده ان ما فيهاش randomized controlled trial، اي observational study مجرد ان هي بتعمل description، معظم الobservational study قالت ان في mortality بتزيد مع استخدام البالمونري artery كسر. عمل هنا هو ايه؟ اتكلم على البريفيوس ستادي وعلى المشاكل اللي كانت في الميثودولوجي بتاعتهم، ان هي كانت اوبزرفيشنال ستادي عشان هو زي ما احنا شايفين اهو اول جمله بيتكلم عنها اوبزرفيشنال
observational study. فدي معناها ان هو بيقول ان المشكله عندنا في نتائج الاوبزرفيشنال ستدي في الميثودولوجي بتاعها، فما ينفعش ان احنا ناخد على الريزلت اللي هي طلعتها ان هي بتقول ان البالمونري ارتري كاستر مرتبطه بزياده المورتاليتي في العيانين اللي بيستخدموها. ليه؟ لانها اوبزرفيشنال ستدي. يبقى هو هنا اتكلم عمل كريتيسايز للايه للميثودولوجي بتاع البيبر دي. تاني جزء بعد كده كل ده في البيبر بيعمل presenting للopposing viewpoint in and controversy. هو أول قبلها بدأ بأن في مشكلة في الستدي، بعد كده بيتكلم على المشاكل اللي بتقابل أو البيبرز أو الستدي اللي اتعملت بتعارض الobservational study، وبتقول أن لا البالمونري artery كاستر بتسبب improvement مع البيشنت ما بتسودش المرتبط. يبقى هنا هيبتدي خلينا نفكر هل هي بتزود المورتاليتي ولا بتقلل المورتاليتي، هي كويسة ولا مش كويسة. يبقى هو دلوقتي استعرض بطريقة ظريفة المشكلة أو البروبلم اللي بتواجه البالمونري أرتري كاستر يوزج among patient. بعد كده هيتكلم في الجزء الثاني من البيبر بعد ما قال البروبلم وبعد ما عمل كريتيسايز للبريفيوس بيبر، اتكلم على الكونتروفيرسي اللي بيحصل في النتائج البيبر دي. بعد كده اتكلم على الليتريتشر سيرفي ان في جاب في النوليدج ان هما ما قدروش يجاوبوا مين اللي صح، الاوبزرفيشن ستادي ولا الستادي اللي هي اتعملت بعد كده وقالت ان البالمونري ارتري كاستر كويس. ما بيقولوا الستادي الى الان ما قدرتش توصل لانكونسيستنت ريزلت، هل هي بتزود المورتاليتي ولا بتقلل المورتاليتي. خلاص في عندنا نوليدج جاب، هو بياكد في الجزئيه دي ان في عندنا نوليدج جاب، في عندنا نوليدج جاب في الجزئيه دي. بعد كده بيقول ان فيه بروسبكتيف كوهورت، واحده من انواع الاستدي الكويسه قوي اللي هي تقدر تقول قريبه قوي من الراندومايز كنترول ترايل، اسمها بروسبكتيف كوهورت. بتقول ان هي قدرت توصل ان البالمونري ارتري كاستر بالعكس بيبقى احسن في بيقلل المورتاليتي وبيمبروف وبيقلل الكوست بتاع الهيلث كير بتاع البيشنت او السيرجيكال بيشنت. بعد كده بيقول ان الاستادي دي مهمه قوي وهتاثر على عدد كبير من العيانين، لان هو لسه كان قايل من قبل كده ان البروبلم دي او البالمونر ارتي كسر بنستخدمها في حوالي 1.5 مليون بيشنت في امريكا الشماليه كل سنه. فبالتالي لو احنا قدرنا نوصل ل كونسيستنت ريزلت او كونكلوجن في الاستادي دي هنقدر امبروف الهيلث كير او الايه امبروف الكواليتي بتاع اللايف بتاع البيشنت. بيقول هنا محتاجين كلينيكال ترايل في الموضوع الهام ده. خلاص خلوا بالكم هو هنا ايه بيمهد لنفسه ان هو لان هي البيبر دي راندومايز كنترولد ترايل. بعد ما استعرض المشاكل اللي حصلت في البيبرز دي كلها في الاوبزرفيشنال وفي الاوبوزنج ستادي اللي اتعملت وفي البروسبكتيف كارد، بيقول انا محتاجه راندومايز كنترولد ترايل تقدر تديني بالبلدي كده عقاد نافع. خلاص يبقى بيمهد لنفسه. بيقول ايه مشكله الترايلز اللي اتعملت قبل كده وهو هيعمل ايه عشان يافويد البروبلمز اللي حصلت في الايه في الكلينيكال ترايل اللي حصلت قبل كده. تو ادريس ذيس ايشو وي بيرفورمد مالتي سنتر راندومايزد كنترولد ترايل انفولفينج بلايند اسسمنت اوف اوتكم. دي من ضمن الاسبكت او الكاركتر بتاع الراندومايزد كنترولد ترايل ان هو يبقى فيها حاجه اسمها راندومايزيشن راندوم الوكيشن وفيها حاجه اسمها بلايندنج. هو بيقول ان الترايلز اللي اتعملت ما كانش كان فيها سيلكشن بايز في الجزئيه دي، كان فيها سيلكشن بايز
كان فيها selection bias وكان فيها non-compliance وكان فيها crossover. دي مشاكل في الترايل ممكن تخلينا الريزلت بتاعتنا inaccurate وunvalid. فعشان كده بيقول أنا هعمل بقى الكلينيكال ترايل بتاعتي دي عشان بس بدون randomization وهأفويد selection bias وهأفويد كل البروبلم اللي حصلت في الكلينيكال ترايل اللي سبقتني. بعد كده بيقول من الاخر انا البيربس بتاعي او الايم بتاعتي ايه؟ تو كومبير الثيرابي جايدد باي بالمونري ارتي كاستر مع ستاندرد ثيرابي. خلاص يبقى هو ده الايم في الاخر، وصلني ان الايم بتاعه كده ان هو جايد كومبير الثيرابي تو ثيرابي الستاندرد ثيرابي والبالمونري ارتي كاستر بحيث يقدر يوصل هل هو التريتمنت دي هتبقى انهي فيهم احسن الستاندرد ولا البالمونري ارتي كاستر. اظن ده موديل انترودكشن خد كل الديتيلز بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عنها في الانترودكشن من شويه. نرجع بقى دلوقتي للايه للريسيرش بتاعنا او الليكتشر بتاعتنا. ده الموديل اوف بيبر حقق الثلاثه سيكشن بتوعنا. السيكشن الاولاني الامبورتنس والباك جراوند، السيكشن الثاني النوليدج جاب او الكونترافيرسز او الخلافات اللي حصلت في الموضوع بتاعنا، ثالث سيكشن هو هيقدم ايه وايه الايم بتاعه بيختم بيه الانترودكشن. وهي دي تعتبر موديل بيبر لبيست ستادي ديزاين اللي هي راندومايز كنترول ترايل. عشان كده دايما اما احب اجيب ستادي ديزاين قويه اقول لك هجيب لك راندومايز كنترول ترايل. بإذن الله التدريب بتاعنا هيبقى على ستادي يعني أسهل شوية وأخف. أنا حبيت أن أنا أعرض لكم فكرة جديدة وفي نفس الوقت أعرفكم إيه هي البيست ستادي ديزاين وإيه والأفكار بتاعتها بتبقى حلوة قوي وبس للأسف صعب تنفيذها، يعني إيه محتاجة إمكانيات. بعد كده بعد ما استعرضنا مع بعض موديل اوف بيبر انترودكشن هنبتدي نشوف ايه هي الامبورتنت فريزز او الجمل اللي نقدر نستعين بيها في كتابه البيبر بتاعتنا. من الاخر مفيش حد يقدر يبقى عايز يكتب انترودكشن مش هيعرف، هو مجرد ان هو يبقى عنده الفكره وعنده الريزلتس بتاعت الريسيرش بتاعته هيبتدي يكتب انترودكشن. مقسمه لكم هنا حضراتكم الفريزز اللي هتستخدم في كتابه الباراجراف الاولاني في الباراجراف الثاني فريزز الباراجراف الثاني فريزس الباراجراف الثالث. جمعت لكم يعني اكتر الفريزس اللي بتستخدم والموست انترستنج اللي ممكن تركب مع اي موضوع حضراتكم هتكتبوه بحيث تبقى كتابه الانترودكشن سهل. اول سيكشن اللي هو بنتكلم على الامبورتنس، ادي مجموعه من الفريزس تنفع لاي نوع من انواع الفيلد ستادي اللي حضرتك هتقوم بيها. نستعرض بعض الافكار منها. اول حاجه لو انا عايز اعمل establishing the importance of topic، يعني باختصار اللي هو التوبيك الاولاني او الباراجراف الاولاني، اول ممكن نستعين بجمله it is becoming increasingly difficult to ignore ونكتب نقط التايب اوف توبيك او الايه التوبيك اللي حضرتك هتتكلم عنه، cardiovascular او CNS او اي حاجه حضرتك بتشتغل عليها is the leading cause of death in X أو أي treatment أو أي drug is a common أو أي disease is a common disorder characterized by X is a major public health problem. خلاص و cause about percentage of the global burden of disease. Field has gradually broadened as the field of study is sometimes referred as this has been widely adopted in the field of this thesis أو this paper تعتبر as the main subject of its study. One of the major topic to be investigated in the field is كل الجمل يعني حسب الموضوع بتاع حضرتك تختار بس الجمل اللي هتنفع معاك وتشتغل معاك وحضرتك تكتبها وتبقى دي تعتبر كبدايات الباراجرافات اللي حضرتك هتكتبها. طبعا دي حاجة علمية ومسموح بيها وجميع جامعات العالم في وهي بتدي الأكاديميك رايتنج كورس لازم تديك important phrases و important verbs و paragraphs حضرتك ممكن تستعين بيه. برضو مجمع لكم جمل كتيرة هنستعرض برضو أهمها. Common strategy used to study نقط is to this research constituent relatively new area which had emerged from these approaches in the past several decades. There are growing appeals في growing interest for كذا. This field of study deal with this phenomena. A common technique is to this technique common in there are several common kind of
اي حاجه حضرتك، اي طيب اي اوبجكتيف حضرتك هتعمل عليه ريسيرش او تكتب عليه البيبر، اكيد هتلاقي له جمل هتقدر تستخدمها من ايه من الفريزز اللي انا مجمعاها لحضرتك. طب لو انا عايزه اشوف الامبورتنس اكتب عن الامبورتنس اوف توبيك بس وزين تايم فريم، يعني عايزه اقول ايه من السبعينات الموضوع ده موجود، وان اوف ذا موست امبورتنت ايفنت اوف 1970 ووز كذا، تراديشنالي اكس هاز سبسكرايبس تو بيليف ذات ريسنت ديفلوبمنت ان orthopedic have heightened the need for كذا. In the recent year there has been increasing interest in global warming مثلا. Recent trend in X have led to proliferation of studies that recent development in the field of X have led to renewed interest in. Recently researchers have shown increased interest in. اي حاجه حضرتك عايز تتكلم فيها على الامبورتنس بتاعها وذين تايم فريم ممكن حضرتك تستعين بالجمل دي، جمل سهله وبسيطه وتنفع مع اي توبيك او اي فيلد. In the past decade the past 30 years has been seen increasingly rapid advance in. Over the past century x as one of the most widely used group of y. كل الجمل، وجمل سيمبل وجمل كومبلكس ممكن حضرتك تستعين بيه. انا مش عايزه حضراتكم بس ايه تزهقوا، انا بستعرض معاكم الجمل والجمل دي عندكم هتكتبوها واحنا بنكتب، وانا حضراتكم بديكم حاجه عشان تكتبوها، بديكم الاساينمنت بتاعكم، حضراتكم ممكن تستعينوا بالحاجات دي كلها باذن الله. Synopsis of literature، انا عايزه اقول ان البريفيس ستادي اشتغلت زي او البريفيس ستادي هاف ريبورتد ريسنت ايفيدنس سجست ذات سيفرال اتمبت هاد بين ميد تو ستادي اوف اكس او ستادي اوف دراج كذا شو ذا امبورتنس اوف نمبر اوف ريسيرش هاف ريبورتد وهكذا. In the past two decades, number of research have sought to determine. وحضرتك عد على كده جمل كتيرة جدا موجودة عندنا، وبإذن الله في نهاية الكورس هديكوا زي بانك للفريزز دي، حضرتك هتلاقي فيها يعني كل الاهتمامات بتاعتك، وأي فريز حضرتك هتفكر فيها تلاقيها موجودة ومكتوبة، بحيث مجرد إن أنت fill in space بس. برضو دي تكملة الجمل اللي هي حضرتك بتتكلم فيها على الستادي اللي قبلك او الستادي اللي بتشتغل او اللي اشتغلت في الاريا اوف انترست، الاريا بتاع الريسيرش بتاعتك عايز تلخصها، فتبتدي بالجمل اللي هي ايه انترودكتوري دي لاي باراجراف. عايز اقول ان في بروبلم او في كونترافيرس، في مشاكل في الكلام على الموضوع ده، اقول ايه however a major دي كأداة ربط يعني هناخدها برضو في الآخر بإذن الله. A major problem with this kind of application is lack of X has existed as health problem for many years. However, this rapid change are having serious effect on despite its safety and efficacy X أو this drug يعني suffer from several major drawback، في عنده effect كتير side effect. However, research has consistently shown that the student ليه كذا. There is increasing concern that some X are being disadvantaged. خلاص أي problem عندك فيها disadvantage. Question have been raised about safety of prolonged use of contraceptive pills. أي حاجة حضرتك هتلاقيها عايز تكتبها أو أي موضوع حضرتك هتلاقيه في وسط إيه تقدر تستعين بالجمل دي عشان تكتب. To date there has little agreement on what one major issue in early X research concerned. One observers have already drawn attention to paradox in اللي change يعني أو حصلت يعني paradox أو peak في إيه في موضوع معين. Question have been raised about the safety of prolonged use of concept has recently been challenged by X study demonstrating more recently literature had emerged that offer contradictory findings. في controversy في ايه في المسألة دي. طيب انا قلت controversy او problem، انا عايز اقول في knowledge gap، خلاص في حاجة ناقصة. What is not yet clear is the impact of drug مثلا X أو أي حاجة on كذا. No previous study has investigated the effect أو long term effect of drug كذا. There has been little quantitative analysis of طبعا quantitative analysis بتبقى من best analysis of qualitative analysis، وهنعرف بعد كده يعني إيه في الجزء بتاع الريزلت. In addition no research has been found that surveyed كذا. زي ما احنا شفنا في الموديل بيبر اللي احنا اتكلمنا، بعد ما اتكلم على البيبرز والكونتروفيرسي وعمل كريتيسايز للميثودولوجي بتاعهم وكريتيسايز للراندومايزد كنترول اللي اتعملت قبله، قدم بعد كده نفسه، فهي دي بتبقى مقدمه للتقديم البيبر بتاعت حضرتك.
so far this method has only been applied to كذا. خلاص ممكن اعمل الميثود دي في ميني ابلكيشن. عايز اقول برضو في نولج جاب. However, far too little attention has been paid to. However, the evidence for this relationship is inconclusive. وهكذا إلى آخر إيه الجمل اللي حضرتك ممكن تستعين بيها ومكتوبة بكذا شكل وبكذا طريقة. مجرد حضرتك هتفيل إن سبيس أو هتكتب الجمل الخاصة بالموضوع بتاعك في الاستراكشر دي هتلاقي الدنيا مشيت معاك في الكتاب. طيب بعد كده لو انا هكتب الايم بتاعي في اخر بعد ما عملت النولج جاب وقلت عن النولج جاب وعلى البروبلم اللي قابلتني عايزه اقول الايم بتاعي البيبر ايم تو كذا. البيبر هتعمل كومباريزون بتوين مثلا تو ارم اوف تريتمنت. البيبر ويل فوكس اون اكزامين اون او اكزامين اكزامين كذا او جيف اكاونت اوف ذا بيبر اكزامين سيجنيفيكانس اوف اكس ان ذا رايز اوف this paper I argue that أنا بجادل أو عايزة أعمل criticism على كذا. paper attempt to show that نهاية البيبر وأنا بكتبها بتبقى مكتوب فيها الإيم بتاعي أو الأوبجيكتيف. وطبعا دي زي ما انتم شايفين phrases كتيرة لكتابة الأوبجيكتيف في آخر البيبر في آخر الانترودكشن. major objective of study is to investigate كذا. the aim of study to investigate the difference between واحد واثنين. خلاص عندنا there are two primary aim of the study to investigate وto ascertain إلى آخر الجمل بتاعتنا اللي موجودة عندكم. عايز أقول هعمل اختصار للريسيرش ديزاين أو الميثودولوجي دي بتبقى في بعض الاستادي وفي بعض الجورنال. عايزة أكتب جملة أو جملتين أبتدي ألخص بيهم الميثودولوجي بتاعي في one sentence أو two sentence في نهاية الانترودكشن. بكتب إيه this study was exploratory and interpretative in nature. The approach بتاعي كذا كذا كذا. Methodological approach taken in this study is mixed between كذا وكذا. By both qualitative and quantitative methods were used in this investigation. وزي ما قلت لكم دي بتبقى في بعض الاستادي وبعض الجورنالز. عايزه اقول ان الريزلت لو انا حابب يعني دي اوبشنال يعني لو انا عايزه اقول ان البيبر بتاعتي دي هتعمل فرق في الاريا او بتاعه الايه بتاعه الساينس دي او هتقدم حاجه جديده فعايزه ايه اقول البروجكت بتاعي ده هيقدم فرصه مهمه في الادفانس بتاع التريتمنت بتاع مثلا ايه التي بي. This study provide exciting opportunity to advance our knowledge about كذا about نقط. This study offers some important insight. This study aims to contribute to this growing area of research by. واكتب ايه اللي انا هقدمه بالبيبر بتاعي. ده لو انا عندي حاجة brilliant او جديدة في الميثودولوجي بتاعي او في البيبر. عندك phrases تقدر تستعين بيه. كده خلصنا تقريبا الانترودكشن. كتابة الانترودكشن اظن احنا ما فيش يعني لو دورت على كتابة الانترودكشن في اي مكان مش هتلاقي اكتر من المعلومات اللي انا اديتها لحضرتك دلوقتي. عرفنا ازاي بنكتب بنبتدي الاول من اول الرايتنج البريبراتوري فيز. عرفنا بنكتب رايتنج بنعمل نبتدي الرايتنج ازاي وايه هي الستبس بتاعه الرايتنج. عرفنا ايه هو الاستراكشر بتاع البيبر الايميراد استراكشر واول جزء منه كان الانترودكشن. خدنا الباراجرافات بتاعتها اول باراجراف بتكلم على الباك جراوند او الامبورتنس. تاني باراجراف البروبلم او الباج او الكونتروفيرسي او النولج جاب اللي موجوده في الموضوع بتاعي. تالت انترودكشن بقدم نفسي كحل للمشكله او الاجابه للسؤال. اديتكم موديل دي من موديل بيبر مكتوبه حلوه قوي تقريبا استعانت بكل الديتيل استراكشر بتاع الانترودكشن اللي انا كتبت قلت لها لحضراتكم. بعد كده استعرضت معاكم عدد كبير جدا من الفريزز اللي هتنفعكم في كتابه كل باراجراف بحيث يبقى كتابه الانترودكشن بس ناقصها حاجه واحده ان يبقى عندك موضوع تكتبه فيه. تمام ندخل بعد كده باذن الله على الايم او الاوبجكتيف. الايم او الاوبجكتيف ده تاني جزء من البيبر اللي بنكتبها. زي ما احنا شايفين في الصورة هو لازم يبقى تارجت وتو ذا بوينت. لو احنا حطينا السهم هنا او هنا يبقى انا ما قدرتش احقق اللي انا مستهدفاه بالريزلت بتاعتي. الاوبجيكتيف بتاعي لازم يبقى تارجت تو ذا بوينت. حددت اوبجيكتيف هعمله هحققه باذن الله. الميثودولوجي بتاعي هيحققه والريزلت بتاعتي هتظهره.
هو ده معنى الاوبجكتيف. الاوبجكتيف الريسيرش بتعمل عشان يحقق الاوبجكتيف، والبيبر بتعمل دوكيومنتيشن عشان تحقيق الاوبجكتيف. فالاوبجكتيف هو ده اللي كل الناس بتدور عليه او اللي احنا بنحاول نحققه، خلاص. فما ينفعش الاوبجكتيف بتاعنا يبقى جنرال او برود او حاجه ما اقدرش افهمها، خلاص، او حاجه ما اقدرش امسكها او اقيسها. عشان كده الاوبجكتيف بتاعنا ده حاجه مهمه قوي قوي قوي، كل المجهود بتاعنا ان احنا نعمله ونحققه ونعمل له دوكيومنتيشن. الاوبجكتيف بتاعنا هو الجولز او الايم اللي انا عايز احققه. عايز اقول ان في ديفرنس بين التو تريتمنت ارم او الارم اوف تريتمنت اللي انا اشتغلت عليهم. تريتمنت مثلا بياخد النيو دراج، والتريتمنت الثاني اللي بياخد الستاندرد دراج. عايز اقول ان في فرق بينهم. ممكن يطلع لي الاولد تريتمنت هي الكويسه، وممكن يطلع لي نيو تريتمنت كويسه. هو ده الاوبجكتيف بتاعي. او عايز اقول ان في اسوشيشن بين الايدج مثلا وبين الكارديوفاسكولار ديزيز مثلا. لو انا الهدف بتاعي انا عايز اقول كل ما الايدج زاد كل ما الكارديوفاسكولار مثلا ديزيز او الكارديوفاسكولار ابنورماليتي زادت، حاجه هتقولي دي حاجه طبعا لوجيك، تمام. انا عايز اثبتها مثلا لو ده البحث بتاعي. عايز اقول ان التريتمنت اللي الناس بتاخده دلوقتي في التريتمنت بتاع الهيباتيتس جايب كيور ريت عالي قوي، عايز اثبته. هو ده الاوبجكتيف بتاعي. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز اثبت ايه؟ هو ده الاوبجكتيف. تو ذا تارجت وتو ذا بوينت. نستعرض بعد كده الاوبجكتيف ممكن يكون عن ايه. الاوبجكتيف ممكن يكون عن حاجات كتيره قوي. ممكن انا عايزه اعمل بريدكشن للمستقبل، هل الاريا بتاعتي دي هيبقى فيها استثمارات قادمه ولا لا، هل المورتاليتي ريت او السرفايفر ريت بتاع الكانسر ده هيزيد ولا هيقل. عايز ازود حاجه فيها نوليدج جاب، عايز اعمل اكسبلوريشن للايه للفينومينا دي، وعايز اظهر بعض النوليدج المختفيه. عندي بروجرام بطبقه عندي في المستشفى، انفكشن بروجرام مثلا، وعايز اشوف هل الانفكشن بروجرام ده انفكشن كنترول بروجرام جايب النتائج المهدوفه المستهدفه ولا مش جايب النتائج المستهدفه، حقق الهدف بتاعه ولا ما حققش. عايز اشوف التشينج اللي حصل للطلبه بعد استخدامنا للنيو اديوكيشنال بروجرام اللي احنا بنعمله. عايز اشوف اندرستاند كومبلكس فينومينا، عايز اشوف الجلوبال وورمنج ده ايه مشكلته، ايه السايد افكت بتاعته، او ايه الكوارث اللي ممكن يسببها لي. تيست نيو ايديا، اجرب جهاز جديد، عايز اعمل فكره جديده، خلاص. نيو ابلكيشن ميثود او جهاز او انسترومنت كان بيستخدم في علاج حاجه عايز استخدمه في علاج حاجه تانية. نيلز او بروسيسز بيستخدم مثلا في علاج تايب اوف فراكشر عايز استخدمه في علاج فراكشر تاني، خلاص. نيو ايديا جات لي. هو دايما الايم او الفكره لازم تبقى بره الصندوق. كل ما كانت بره الصندوق كل ما كان تفكيري احسن والريسيرش بتاعي هيبقى ورثي اكتر. عايز اعمل زياده للايديوكيشنال ليفل بتاع البوبوليشن عن الهيلث سيرفيس اللي بيستخدموها. عايز ازود المعرفه بتاعتهم بخصوص مثلا استخدام المضادات الحيويه بحيث ان هم يستخدموها بطريقه صحيحه ما تسببش ريزيستنس بعد كده عندي للايه البكتيريا والايه والمايكرو اورجانيزم. عايز اشوف حاجه حصلت في البسط وليه حصلت عشان استفيد منها للمستقبل. غالبا الايه ما بيخرجش عن التسعه دول، خلاص، ما بيخرجش عن التسعه دول. تقريبا انا كده غطيت كل الايمز او كل الاهداف اي استادي هتتعمل. طيب الاوبجكتيف ممكن نستخدم فيه وورد شكلها ايه؟ زي ما قلت لكم انا هقول لكم على فريزز وهقول لكم على وورد. اوبجكتيف هنستخدم فيه ووردز اللي قدامنا دي دلوقتي: تو ديتيرماين، تو فايند اوت، تو اسيرتن، تو ميجر، تو اكسبلور. حد يقول لي يعني ايه يا دكتوره؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك قصدي ايه؟ لو حضرتك لاحظت ان انا بادئه بتو تو تو، حاجه زي تحسسك بالايه، بالحماسه، بالايه، بالاكشن.
عشان كده بيسموها اكشن فيرب. انا هعمل ايه؟ دايما الاوبجكتيف لازم يبتدي باكشن فيرب، حاجه تحسسني بالحماسه وبالايه، ان انا هعمل حاجه. خلاص، مش هدف عايم، لا ده انا بحدد انا عايزه اعمل ايه واحس فيها بالـ 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 بالنشاط والايه والايه والاقبال على تحقيق الاوبجكتيف بتاعي. طيب، هل هي بس الـ حضرتك الكلمات اللي حضرتك قلتها لنا دي بس او الاكشن فيرب؟ لا، في اكشن فيرب كتير، انا جايبه لكم على قد ما اقدر اكشن فيرب بتساعدكم في كتابه الاوبجكتيف بتاعك بسهوله، مش هتتعب فيها. اول حاجه عندنا اهو ايدنتيفاي، غالبا بيبقى البروبلم، انا عايزه اوصف بروبلم معين فبقول تو ايدنتيفاي ذس بروبلم، تو ديفاين كونسبت معين عند الناس، مس كونسبت مثلا في استخدام زي ما قلت لكم المضادات الحيويه، في ان انا مثلا ايه لازم احط مثلا استخدم مثلا اكتر من نوع من الدواء عشان اخف بسرعه مثلا. في حد بيسالني هو الايم هو الاوبجكتيف؟ طبعا الايم هو الاوبجكتيف، برودلي كده الايم هو الاوبجكتيف، بس الاوبجكتيف مور سبيسيفيك عن الايم. الايم انا ممكن اكتب في البيبر عندي الايم وخلاص، مش هكتب اوبجكتيف، وممكن اكتب عندي اوبجكتيف وسب اوبجكتيف كمان، بس غالبا التفصيلات بتاعه الايم والاوبجكتيف والسب اوبجكتيف بكتبها حضرتك لما غالبا في السيس، في السيس اللي انا بكتبها لما يبقى عندي رساله او عندي بروجكت كبيره بتحتاج اكتب كل تفصيله، فبكتب جول وبكتب ايم وبكتب اوبجكتيف وبكتب سب اوبجكتيف. بس في البيبر انا بكتفي بقول الايم بتاع البيبر بتاعتي ايه او اقول الاوبجكتيف ايه، الاثنين بيغنوا عن بعض، بس الايم بيبقى غالبا برود اكتر من الاوبجكتيف. خلاص، في البيبر انا بيستخدم ده يستخدم ده، انما في السيسس بفصل اكتر من كده. تمام، احنا قلنا identify define describe describe process، عندي process مثلا بتحصل في مصنع، بتحصل عندي في health service، بعمل زي ما قلت لكم infection control program بعمل لها describe للبروسيس، كل جزء من البروسيس بعمل لها describe. ماشي، ممكن اكتب to describe explore perception، بعض misperception بتاعت الناس عن مثلا evidence based medicine. يعني مثلا انا في الدكتوراه بتاعتي كانت الدكتوراه بتاعتي على الايفيدنس بيز ميديسن، كنت بعمل اكسبلورنج للبرسبشن بتاع الفيزيشن عن استخدامات الايفيدنس بيز ميديسن، وهم عارفينه ولا مش عارفينه، وهل هم بيحبوا يستخدموه ولا مش بيحبوا يستخدموه. تمام، اعمل اكسبلور تو جينيريت ايديا، افكار جديده، افتراضات جديده، اكسبلينيشن جديده. تو ايفالويت، عندي بروجرام فاكسينيشن بروجرام، انتوا لو حد بيشتغل في وزاره الصحه طبعا معظمكم يعني هتعرفوا مثلا حاجه زي الفاكسينيشن بروجرام دي على طول بيتعمل لها كونتينوس ايفالويشن، اشوف هي الفاكسينيشن ريت في المستوى المرجو منه ولا لا، وهل هو ماشي صح ولا لا، والكومبليكيشن اللي بتنتج عن اكتب ايفالويشن لو انا الريسيرش بيبر بتاعتي على الايفالويشن. تو سيلكت سيرفيس معينه، تو تيست assumption او فرضيات، اكتب تو تيست، تو ميجر الجروس مثلا بتاعه البروبلم الفلانيه او الجروس بتاع، او تو ميجر البريفالنس ريت بتاع التي بي، معدل انتشار التي بي among people. تو بريورتايز، عايز دايما في الهيلث سيرفيس او في المانجمنت يعني في علوم الاداره لازم يقول لك اعمل بريوريتي سيتنج، يعني شوف انت عايز تختار انهي مشكله تحلها الاول، على اساس انهي مشكله بتاثر على عدد كبير من الناس، وانهي مشكله لو حلتها هتجيب لك اثر وهتقلل لك في الكوست، فلازم اعمل بريوريتي سيتنج. فانا لو البيبر بتاعتي او الريسيرش عايز اشوف انهي مشكله ابدا بيها الاول في وجود الريسورسز المحدوده، يبقى تو بريورتايز، اكتب تو بريورتايز او ان انا اعمل بريوريتي سيتنج. تو مونيتور بروبلم او مونيتور للبروسيس او بروجكت انا بشتغل عليه، اي بروجكت انا بعمله زي البروجكت اللي كان الاسم عندنا بيعمله تبع اليونيسيف على النيدل ستيك انجري، بعمل مونيتورنج كل مجموعه من الستبس او كل بروسيس بيتعمل عليها مونيتورنج، كل مونيتورنج ده انا ممكن اعمل منه بيبر. خلاص، تو تراك الاويرنس او الساتسفاكشن، على طول تلاقي دايما في الهيلث سيرفيس عندنا في المستشفيات في الجامعات يقول لك شوف الساتسفاكشن بتاع الطلبه، شوف رضا الطلاب، شوف رضا العاملين، ودايما بنعمل استبيانات وريسيرش كده عشان نشوف تراك الساتسفاكشن بتاعها. كل دي اكشن فيرب ممكن استخدمها على حسب نوع الاستادي بتاعتي اللي انا عايزاه.
اظن كده يعني هو الاكشن فيرب دي مش هتخلي حضرتك محتاج حاجه تاني في كتابه الاوبجكتيف، وبرده بندي لحضرتك فريزس لكتابه الاوبجكتيف زي ما انتم شايفين، مجرد ان انت في الان سبيس بس الايم تو ديفلوب كذا، الايم او الاوبجكتيف زي ما قلت لحضرتك ده او ده في البيبر عادي، انما في السيسس بفصل اكتر من كده. The aim here is to investigate or to explore or to measure. The overall goal of this work was to the project aim to develop an overreaching framework to compare, to produce. كمال تانية برضو. To create, to investigate, خلاص. To develop, to demonstrate, to improve. ناخد اكزامبل على كتابه الاوبجكتيف على حسب التايتل وعلى حسب الهدف بتاع البيبر. عندنا بيبر بتتكلم على دكتور بيشنت ميديكال كوميونيكيشن في هوستل معينه. الاوبجكتيف هنا الجنرال اوبجكتيف عندنا عايز ايفالويت الافكت بتاع الكوميونيكيشن على الدكتور، الافكت بتاع البروجرام اللي عملوه على الدكتور بيشنت كوميونيكيشن، تمام؟ يبقى هو ده الجنرال اوبجكتيف. ممكن عايز بقى يجيب ايه اوبجكتيف احسن شويه او سبيسيفيك شويه اللي هي السمارت اوبجكتيف. ثانيه واحده بس نشوف في السلايد دي انا نسيت اقولها لكم عشان بس افتكرتها اما شفت كلمه السمارت. الاوبجكتيف عشان نكتبه لازم يبقى نمبرد، لازم بيبتدي باكشن فيرب اللي احنا استعرضناه مع بعض، لازم يبقى سمارت. السمارت بتنقسم كلمه حرف من اول من كل كلمه زي ما احنا شايفينها، اس سبيسيفيك لازم حاجه محدده، تارجت تو ذا بوينت، لازم يبقى ميجربل اقدر امسكه بايدي، اقدر اقيسه في تول هقدر اشوفه بيه واقدر اقيس هل حققته ولا ما حققتوش. لازم يبقى اتنبل، حاجه هقدر احققها، مش هعمل برود اقول ان انا هقضي على الهيباتيتس في مصر في خلال سنه. لازم يبقى اتنبل، لا ده في حدود الريسورسز بتاعتك وحدود المشكله مش هيبقى اتنبل، يبقى ده مش اوبجكتيف. لازم يبقى مهم، احط هدف مهم، مش هعمل بيبر واعمل موبيلايزيشن للريسورسز وللناس عشان يبقى هدف غير مهم. لازم يبقى تايم ليميتد وزين تايم فريم، لازم نحدد له تايم 1 year 2 years حضرتك تكتبه وتبقى دوكيومنت ات في الايه في البيبر بتاعتك. وده هو مواصفات الاوبجكتيف بتاعنا. استعرضنا بعد كده طبعا الاكشن فيرب زي ما احنا شفنا والفريزس. نيجي نشوف بقى الـ اول اكزامبل عندنا الاوبجكتيف اللي هو بيشوف الدكتور بيشنت كوميونيكيشن والافكت بتاعها. عايز يحطط اوبجكتيف جنرال اوبجكتيف وحاطط سمارت اوبجكتيف. انا اللي يهمني السمارت اوبجكتيف ده، هو ده اللي يهمني. الجنرال مش مشكله اكتبه في البيبر. الكلام ده بنبقى التفصيلات قوي في السيسس. اول حاجه تو ايدنتيفاي ذا ميجور بارير تو دكتور بيشنت ميديكال كوميونيكيشن. الهدف الاولاني انا عايز اشوف علاقه التواصل بين المريض وبين الدكتور، فلازم اشوف ايه العوائق اللي ممكن تسبب لي ان في مس كوميونيكيشن او في ديفكت في الكوميونيكيشن، فاشوف البارير. يبقى هو فقال تو ايدنتيفاي ذا ميجور بارير اوف دكتور بيشنت ريليشن شيب. To evaluate satisfaction level، هيعرض على البيشنت بعض الشيت أو بعض التولز اللي هو بيستخدمها عشان يشوف هل هو satisfied ولا لأ. To assess the impact of communication between doctor and patient. أما أشوف الإمباكت دي، دايماً إحنا بتوع صحة عامة أقول ده اللونج إمباكت أو اللونج أوتكم، بيشوفوا بعد سنة أو سنتين من تطبيق البروجرام اللي هو عمله، يشوف هل المرضى الفيزيتس بتاعتهم او الـ زادوا على المستشفى، هل المرضى راضيين، الرضا بتاعهم زاد، يبقى انا كده البروجرام اللي انا حققته واللي انا قست الامباكت بتاعه نجح، لان الكوميونيكيشن بقى احسن والمريض بقى راضي وقدر يجي لي المستشفى وبقى يجي وبيتردد عليا على طول في المستشفى. اخر اوبجكتيف عنده تو ريكومند سام سوليوشن، لو لقى اي مشكله هيعمل اقتراحات لبعض الحلول بتاعه المشكله دي. يبقى هو كده بالظبط حدد لي هو هيعمل ايه، كل حاجه من دول لها شيت عنده او لها تول هيجمع بيها الداتا. يبقى هو كده هيعرف يعمل ميثودولوجي يحقق بيه الاوبجكتيف ويطلع بيه ريزلت. تاني اكزامبل
example, the prevalence of and risk factor for overweight and obesity among student in Morocco, يعني في المغرب. هيشوف معدل انتشار البريفالنس، معناها معدل انتشار الريسك فاكتور، اسباب او المسببات اللي ممكن تسبب زيادة الوزن والسمنة في among الستودنت او among children في المغرب. الباك جراوند طبعا مهم قوي ان احنا نعرفها، وبيتكلم على الاوبستي وان هي مشكله عامه بدا بيها على طول كده. دي اللي هي السنتنس الافتتاحيه، الانترودكتوري سنتنس اللي بيتكلم فيها على الباك جراوند بتاع البروبلم اللي عنده، وان هي مشكله بتواجه عدد كبير من الناس خاصه في المغرب. الايم يبقى الاوبجكتيف، هتلاقوا هنا التايتل، هنا انا التايتل عجبني قوي عن التايتل، عن التايتل هنشوفه بعد كده. هو هنا الايم موجود عندي في التايتل، فالتايتل شرح لي الاوبجكتيف خلاص، فبالتالي سهل عليا ان هو انا اشوف الاوبجكتيف. الاوبجكتيف هنا اسس البريفالنس بتاع الاوفر ويت، وتاني انفستيجيت البوسيبل ريسك فاكتور اسوشيتد مع الادوليسنت اوبستي. يبقى اول واحد هيشوف معدل انتشار الاوبستي، هيبقى عنده شيت هيشوف بيها وعنده ميزان هيقيس بيها والميزان اللي هو فيه الوزن وفيه الطول، هيقيس بيها كل ستودنت موجود او كل تشيلدرن في الفئه العمريه من 12 ل 18 سنه، وهيشوف الطول والويت، وهيشوف الاوبستي اندكس، وهيشوف هو في اوبستي ولا ما فيش اوبستي. يبقى هو كده شاف عدد الاوبيز من النون اوبيز، يبقى شاف البريفالنس او معدلات انتشار الاوفر ويت. تاني واحد هيعمل ايه؟ هيسال كل واحد من الاوبستي من اللي هم الاوبيز تشيلدرن او اوبيز ادوليسنت على ايه هي الاسباب اللي هي موجودة عنده، مجمعها قبل كده وموجود شيت عنده، الأسباب اللي خلته يبقى أوبيز ويوصل لمرحلة الأوبيسي دي. تمام؟ هو كده قدر يحقق الأوبجيكتيف، وصل إن الأوبجيكتيف بتاعه سمارت سبيسيفيك وميجرابل واتينابل وريليفانت وزين تايم فريم هو محدده في الميثودولوجي بتاعه. تالت إكزامبل عندنا إفكت of رمضان fasting على الجلوكوز ليفل والليبيد بروفايل وبعض الماركرز اللي موجوده في البلاد بتاع الميديكال ستودنت في كراتشي في باكستان. هو عايز يشوف ان بيقول ان رمضان بتوصل فيه عدد ساعات الصيام لعدد ساعات كبيره قوي، ميديكال ستودنت بيبذلوا مجهود، عندهم مذاكره، عندهم امتحانات، عايزين يشوف هو هيتاثروا بفتره الصيام بتاعه رمضان ولا لا. يبقى هنا التايتل بتاع هنا شرح لي الاوبجكتيف، والاوبجكتيف موجود عندي في التايتل دي، ده جود تايتل اللي هو بيبقى بيحتوي زي ما هنعرف الكرايتيريا بتاع الجود تايتل اللي هو بيحتوي على الاوبجكتيف. الاوبجكتيف بتاع ستادي از تو اسس الايفكت اوف رمضان فاستنج والبلاد بريشر وفاستنج جلوكوز وكل الماركرز اللي هو والداتا اللي هو هيجمعها او الفاريبلز اللي هيجمعها من العيانين بتوعه عشان يحقق الهدف بتاعه، ويشوف هل رمضان اثر عليهم ولا لا. عشان يعمل، انا في رايي عشان يعمل الاستادي دي لازم هياخد كل الماركرز دي قبل رمضان، وبعد كده الناس تصوم ويدخل بعد رمضان ياخد لهم نفس الماركرز ويقارن يشوف هل اتأثرت الماركرز دي او الميجرز دي برمضان وبالصيام ولا لا. ده يعني من الاوبجيكتيف انا عرفت اعرف الديزاين بتاعه الاستادي هتبقى ازاي. ده تالت اكزامبل للاوبجيكتيف. احنا كده في الاوبجيكتيف بتاعنا اتكلمنا على مواصفات الاوبجكتيف اللي لازم يبقى سمارت، لازم يبقى نمبر، بادي باكشن فيرب، خدنا اكشن فيرب كتير، خدنا فريزز نحط فيها مجرد فيلين سبيس للايم بتاعنا، خدنا اكزامبل ازاي الايم بيتكتب على حسب التايتل، بيتكتب على حسب الاوبجكتيف، والاوبجكتيف بتاعنا بيبقى واضح وسهل ومنه انا اعرف ازاي هو هيحضر الشيت بتاعه وهيحط الميثودولوجي والديزاين هيبقى ازاي. ده اوبجكتيف كلير وسهل وبسيط. تمام؟ يبقى ده كتابة الأوبجيكتيف اللي هي من أهم الحاجات، بداية أهم حاجة في البيبر اللي هي الأوبجيكتيف. ده الهدف بتاعك اللي أنت عملته، تاني هعيد اللي عملت له الريسيرش واللي بدأت عليه واللي كتبت عليه الميثودولوجي واللي الريزلت وضحته في الآخر إن أنت وصلت له. ننقل بعد كده هنبتدي، طبعا أنا عارفة إن المحاضرة النهاردة كبيرة، هنتكلم بس عن بعض
انترودكشن على الميثودولوجي كتاني اهم جزء، ان ما كانش اهم جزء في البيبر، اللي منه انا بقدر اعرف اذا كانت البيبر دي قويه ولا لا، استعين بيها ولا ما استعينش بيها في الميثودولوجي. انا اول حاجه بتدخل عيني على البيبر، اما خلاص انا اتاكدت ان هي تبع الهدف بتاعي، ابص على الميثودولوجي. لقيت الميثودولوجي بتاعتها فاليبل وفاليد واكيوريت ومشروح كويس، خلاص البيبر دي هاخدها او هستعين بيها. لقيته ضعيف ومش واضح وفي حاجات غامضه، خلاص انا ما بستعينش بيه. الميثودولوجي هي ساينتفك ستيبس بقدر بيها اوصف بروبلم معينه عن طريق بعض البروسيدور اللي هتقدر تخليني اوصل لحل المشكله دي وتحقيق الهدف. الميثودولوجي عندي بيجاوب لي على تو كويشن، ازاي الداتا دي اتجمعت وازاي هيتم فيها اعمل لها ستاتستيكال اناليسز وازاي هحللها. لازم يبقى دايركت وبريسايز، ملخص، ما انا هكتب في ديتيلز بس مش كل الديتيل، وما بيلفش ولا يدور، خلاص سيمبل سنتنس، سيمبل وورد، سيمبل فيربس، وايه وشورت سنتنس، وبيتكتب على طول في الباست تنس، ماضي بسيط، ما هو اتعمل، ما انا بكتب البيبر بعد ما انا عملت، فلازم هيتكتب في الباست تنس. خلاص الجود ميثودولوجي محتاج ان انت اول ما تقراه تعرف أهمية البيبر دي، تعرف أنت هتستخدم البيبر دي ولا لا. لو الميثودولوجي بتاعك مش قوي، البيبر هتترفض على طول، مش هتاخد يوم وهتترفض، خلاص. لو الميثودولوجي بتاعك مش قوي، مش مكتوب بحرفنة، مش مكتوب الديزاين بتاعه كويس قوي، الستادي ديزاين والسامبل ديزاين وكل حاجة مشروح فيها بالتفصيل بأسلوب كويس، أسلوب سهل، البيبر هتترفض في خلال يوم، هترجع لك في خلال ساعات، وحصلت كتير، حصلت كتير قدامنا ومعانا، تمام. لازم يتكتب الميثودولوجي كويس قوي عشان حضرتك البيبر بتاعتك تتقري او حتى تتراجع، توصل ان هي تتراجع. في اوقات البيبر ما بتتراجعش اصلا. الميثودولوجي بيهم الناس كلها، وخاصه قراء حضرتك اللي هيقروا البيبر بتاعتك. مهم قوي ان حضرتك تشرح لهم انت عملت ايه وعملته ازاي واستخدمت انهي انسترومنت وانهي شيت وتكتبها لهم. مش عيب، مش هنخبي، احنا كلنا بنقلد بعض او بنعمل حاجه اسمها ريسيرش، وحاجه معروفه في العالم كله. انا باخد الريسيرش حد عمله بطبقه بنفسه او على تارجت جروب مختلفه، على ناس مختلفين، او على بطريقه ميثودولوجي جديده او باناليسيس جديده، فدي حاجه معروفه. فلازم حضرتك تكتب كويس عشان تعرف تجاوب للناس على ايه، على الـ السؤال بتاعهم، وعشان هم يعرفوا يطبقوا نفس الميثودولوجي بتاعتك في البيبر بتاعتهم. لو حضرتك وزي ما بيحصل بيبقى فيه بروبلمز كتيره بتقابلنا واحنا بنطبق الميثودولوجي، الانسترومنت اللي المفروض ان انا هقيس بيه الماركرز ده مش موجود، او موجود عندي في حته بعيده، قابلتني فيه مشاكل عشان اخد اجراءات الموافقه عشان استخدامه، واكتب انا حليت المشكله دي ازاي بطريقه لا تؤثر على الفايندنج او الريزلت بتاعتي. اي مشكله لازم بوصفها بالتفصيل واكتبها في الميثودولوجي بتاعتي. برضو لازم اكتب الانفورميشن، برضو بنعيد، اي انفورميشن او اي انفورميشن هتفيد اي باحث او اي ريدر هيستخدم الريسيرش بتاعك، لازم اكتبها واكتبها بطريقه ملخصه وسهله، واوفر عليه وقت واوفر عليه بحث ان هو يقدر يستخدم الميثودولوجي بتاعي بمنتهى السهوله، بس بدون ما امط واكتب ديتيلز ملهاش لازمه. بكتب المفيد، كتبت انا اشتغلت على انهي جروب، زي ما هنعرف في المحاضره القادمه باذن الله، اشتغلت على انهي جروب، اشتغلت امتى، اشتغلت بانهي دول، خدت السامبلنج بتاعتي ازاي، حددت السامبل سايز بتاعتي ازاي، التول اللي انا استخدمته بيكون 1 2 3 4، الريفرنس بتاع التول كذا، هعمل statistical analysis كذا. ببساطه كده انا خلصت الميثودولوجي بطريقه واضحه وبسيطه وسيمبل سنتنس، وما خدش مني وقت، خلاص، وفي نفس الوقت كونسايز. important tips او important characters of الميثودولوجي، حضرتك او انت بتكتب الميثودولوجي بيبقى لك 1 sentence او 2 sentence بتلخص الريسيرش بروبلم، اكنك بتكتب الام بتاعتك او الاوبجكتيف بتاعك في بدايه الميثودولوجي، خلاص ده 1 sentence 2 sentence. بتكتب
زي ما انا كنت لسه بقول، بدأت امتى وانتهيت امتى مهم قوي. ما حدش يقول لي لا، ما انا افرض انا خدت سنه سنتين. اكتب، لازم تحدد من الاول في البيبر بتاعتك انت كتبت بدات امتى وانتهيت امتى. عرفني انت اشتغلت امتى. ما كل فتره بيبقى لها ظروفها وبيبقى لها خصائصها بتاثر على النتائج. يعني انا مثلا لو اشتغلت في التسعينات غير لما اشتغلت في 2018، اكيد بتفرق الفتره دي. فيها كان في حاجات فيها ناقصه في الانسترومنت او الدياجنوستيك ميجر، دلوقتي بقت موجوده، هتفرق معايا. الميثود بتاعتك والتول بتاعتك زي ما كنت بقول، اوصفها لي، عملت ايه، استخدمت انهي انسترومنت. اكسبلين بكل قوه، ليس لنا مصلحه الا نقول الصح ونقول الحق. Explain how you intend to analyze the result، اللي هو statistical analysis بتاع ال result. Provide background على ال methodology for methodology that are unfamiliar. معنى ايه الجملة دي؟ افرض انا استخدمت بعض ال methodology في instrument او في tool الاسم بتاعي او اسم ال research عندي عمله لي جديد، ده tool جديد، questionnaire جديد اتعمل. اكتب تفاصيل شويه زياده لان ده مش متعارف عليه، لسه حاجه جديده بتستخدم. ابروتش انا بشتغل عليه جديد في راندومايز كنترول ديزاين، خلاص اوصفه زياده عشان الريدر يبقى فاميليار والزم. خلاص، فده دي الحته. يعني ايه لو انا عامل حاجه جديده او في حاجه انا مزودها جديده في الميثودولوجي بتاعي، يبقى بكتب الايم بتاعي في البدايه، بكتب ابتديت امتى وانتهيت امتى من جمع الريزلت، بوصف الميثودولوجي بتاعي، هعمل اناليسز ازاي، ولو فيه حاجة unfamiliar مع في الميثودولوجي أشرحها للريدرز بتوعي أو القراء عشان يفهموا. تقريبا دي آخر سلايد عندنا، بنشرح فيها اهم نقطة عندي. دي النقطة دي لو في limitation زي ما احنا قلنا لازم تكتبها، وتكتب انت ازاي اتصرفت فيها. والconfounding variable هناخده يعني في الريزلت، انا لما اجي اتكلم على الريزلت هقول ايه كونفاوندنج، هشرحه لكم يعني اقول لكم تعريف له وحاجات الريزلت دي. بس بيقول لك لو في اي ليميتيشن قابلتك في الداتا كولكشن او اي حاجه اكتبها، دي انا قلتها قبل كده. اهم نقطه عندي هنا اللي هي الحته دي institutional review board، لازم حضرتك الريسيرش بتاعتك والميثودولوجي هيعدي على الانستيتيوشن ريفيو بورد والاي ار بي الخاصه بالمستشفى او الريسيرش سنتر او الجامعه بتاعتك، اللي هي الايثيكال كوميتي او الريسيرش اللي هي خاصه بمراجعه الايثكس او الميديكال ايثكس اللي حضرتك تبعتها في الميثودولوجي بتاعتك، وابروفد ولا نوت ابروفد. ولازم حضرتك تكتب في الميثودولوجي ان انت عرضتها على الاي ار بي، ولازم كل اي ار بي موجوده بالريسيرش سنتر يبقى لها كود كده معينه حضرتك بتكتبه، تقول انا خدت الموافقه بتاعتي من الاي ار بي، الكود بتاعها كذا، وافقت على ابروفد الريسيرش بتاعتي او الميثودولوجي. وخصوصا ان احنا كميديكال فيزيشن او كاي واحد بيشتغل في الميديكال فيلد بيشتغل على كائن حي، ارواح، بيشتغل على هيومن، فمحتاجه طبعا ان الميثودولوجي يتراجع كويس قوي. مفيش بصراحه بقى اي بيبر بتتنشر في اي جورنال محترم الا ما يقولك اكتب الستيتمنت دي. احنا عندنا مثلا في بنها في الكوميتي دي، بس لسه ما خدتش كود، لسه في اجراءات الترخيص بتاعها، فما بنبقى ساعات محتاجين ان احنا ناخد الكود بتاع او نراجع الميثودولوجي بنبعتها في اي جامعه اخرى. الكوميتي دي واخده الكود بتاعها وتراجعها وتدينا الكود والابروفال ونكتبه في الميثودولوجي بتاعنا عشان الجورنال يرضى يقراها، مش يقدر يراجعها، مش يقبلها بس، لا ده لازم في ليميتس كده او ستاندرد لازم تبقى مكتوبه عشان يبتدي يقرا او يعمل ريفيونج ايه للميثودولوجي كده. دي تقريبا مقدمه على الميثودولوجي اللي هو اهم جزء في البيبر، اللي هو الكور بتاع البيبر اللي هو بيحقق لي الاوبجكتيف، و عن طريقه هقدر احصل على الريزلت بتاعتي، وبوصف فيه كل الشغل بتاعي وبوصف بيه كل حاجه. باذن الله المحاضره الجايه باذن الله هنكمله، هنشرح ايه هي الكومبوزيشن بتاعته وايه الفريزز برضو او السنتنس اللي حضرتك ممكن تستعين بيها باذن الله قبل ما نبتدي في الريزلت، اللي هو طبعا هيبقى يعتبر كسكشن كبير او كمحاضره كبيره بعض الناس يعني بتستغلسها وبتستثقلها، بس باذن الله هنحاول نخليها
تبقى سيمبل وبسيطه تساعدنا على قرايه البيبر وكتابه البيبر. واظن كده احنا في المحاضره دي عرفنا كمقدمه كويسه على الساينتفك رايتنج بريباراتوري فيز، مكونات البيبر، اتكلمنا على الانترودكشن، اتكلمنا على الاوبجكتيف، اتكلمنا على مقدمه للميثودولوجي او ازاي نكتب الميثود سيكشن بتاع البيبر، وباهم النقط او البوينتس او التيبس اللي احنا اتكلمنا عنها. والمره الجايه باذن الله هنكمل الميثودولوجي وهنكمل الريزلت. واشكركم على حسن استماعكم، واسفه ان طولت عليكم، او واتمنى ان انتم تكونوا استفدتم من المحاضره دي. وبنشكر هاي سكور سنتر اللي اتاح لي الفرصه ان انا اتواصل مع حضراتكم. بنشكر ضيوف هاي سكور سنتر والمشاركين معنا في الكورس. وباذن الله لقاء المحاضره القادمه بعد الليكشر دي حضراتكم في هوم وورك او اسايمنت انا هنزله على الجروب بتاع الكورس، حضراتكم مطالبين ان انتم تحلوه في خلال الفتره الزمنيه اللي هي لبدايه المحاضره الثانيه. مش تستعينوا بنفسكم بس، مجرد ان انتم تستعينوا ممكن باي ترانسليت بروجرام، جوجل ترانسليت او اي ترانسليت بروجرام عند حضراتكم، تعرفوا بس معاني الكلمات. الجزء بتاع الهوم وورك او الاسايمنت في اسئله سهله بسيطه، في اجزاء حضرتك هتكتب فيها سنتنس، تتعلم فيها كتابه السنتنس، تتعلم فيها تربط السنتنس او الجمل ببعضها، تتعلم فيها مش فاهمه حضرتك بتقولي ريفرنس، ارجع له في ايه؟ في دكتوره بتسال على ريفرنس ارجع له في ايه؟ طيب هنكمل بس كلامنا على الهوم وورك حضراتكم اللي احنا قلنا عليه. اسئله سهله بسيطه، اختيار متعدد، تكمله ان رايتنج اوف بيبر. حضرتك هجاوب لحضرتك بس بعد ما انتهي بس من شرح الاسايمنت للجماعه اللي معانا عشان حد عايز يخرج. الاسايمنت بعد ما قلنا هو اسئله بسيطه سهله، جمل هتتربط بعضها، اختيار من متعدد، كتابه بعض الجمل وتحليل بعض الجمل هتتعلموها. ومع الجزء بتاع الاسايمنت او الاسئله هيبقى فيه جزء انترودكشن حضراتكم هتعملوا لي عليه هايلايتنج على كل جزء، وتقولوا لي هو حقق انهي ستيب من الاستراكشر بتاع الانترودكشن. ده كلام الامبورتنس، ده اتكلم على الكونتروفيرسي، ده اتكلم على النولج جاب، ده اتكلم على الام بتاعه. ويبقى كده تقريبا خدنا تطبيقات على اللي احنا خدناه، بالاضافه لبعض الجمل او بعض الريسيرش تايتلز اللي حضراتكم هتكتبوا لي عليها اوبجكتيف من دماغكم. اي اوبجكتيف يجي على دماغكم مستعينين بالتايتل وباك جراوند انا كاتباها لكم في الاسايمنت اللي انا كتبته لحضراتكم. كده يبقى احنا انتهينا. هنزل باذن الله بعد ما اخلص هنزل الهوم وورك وحضراتكم تنزلوه، تقدروا تنزلوه من على الجروب. وباذن الله نتقابل المحاضره الجايه حاول يعني ان ما كانتش لحد باذن الله هتبقى يوم الاثنين، بس اشوف ظروف السنتر وهنكتب لحضراتكم نعمل اناونسمنت على ميعاد المحاضره الجايه. واشكر حضراتكم، حضراتكم تقدروا اللي عايز يعني يسال اي سؤال انا تحت امركم. دكتوره كانت بتسال على الريفرنس ان رايتنج بيبر، اي بيبر حضرتك حددي الاول حضرتك عامله ريسيرش ولا مش عامله ريسيرش. عامله ريسيرش يبقى عندك توبيك حضرتك هتبحثي فيه على التايتل بتاع البيبر او التايتل بتاع الريسيرش ده في المواقع اللي انا قلت عليه، وتجمعي البيبر وتبتدي تكتبي فيها البيبر. خطوات كتابه البيبر زي ما انا وريت لحضراتك، حضرتك اهو انا عامله لك ديتيلد استراكشر لاي بيبر او لاي جزء من البيبر زي ما حضرتك شايفه. مجرد ان حضرتك ايه هتستعيني بالفريزز بتاعتنا، او لو حضرتك تقدري تكتبي جمل من عندك، وهنعرف ازاي نجمع الجمل من كذا بيبر. كذا بيبر هتبقى يعني كملخص لو حضرتك مش معانا يعني، او ضيفه من الضيوف النهارده بتاع السنتر، حضرتك في كتابه الانترودكشن بتجمعي البيبرز اللي حضرتك قريتيها، بتجمعي بتعملي هايلايت على الباراجراف اللي حضرتك لقيتيه كويس او مناسب في اي بيبر، وتبتدي تدخدي الباراجرافز دول تعملي لهم سمرايزنج بره، او تكتبيهم على وورد فايل. وكل
باراجراف هتكتبي تحته الريفرنس اللي انت خدتيه منه او البيبر اللي خدتيه منه عشان تكتبيه بعد كده عشان ما يضيعش منك، وتبتدي تربطي الباراجرافز مع بعض بسمرايزنج او بارافريزنج. هتلاقي في هنا مثلا باراجراف بيتكلم على الامبورتنس، وباراجراف في البيبر الثاني على الامبورتنس، وباراجراف على الباك جراوند. الثلاث باراجرافات دول حضرتك هتحاولي تربطيهم ببعض بحيث يبقوا باراجراف عملت لهم بارافريزنج بالاون ووردز بتاعه حضرتك، في الاخر بقوا باراجراف، وتكتبي في اخر الباراجراف ده الريفرنس او البيبر اللي انت استعنتي بيه. دي تقريبا اللي هي الكتابه السنه. ما كنتش عايزه اسبق الاحداث لان دي هناخدها في الاخر خالص واحنا بنتدرب بقى على تجميع الداتا بتاعتنا. احنا بناخد ان احنا كتبنا سيكشن سيكشن، وبالاساينمنت اللي انا اديته للدكاتره هم باذن الله هيعرفوا ازاي يكتبوا الانترودكشن ويكتبوا الاوبجكتيف بتاعنا، وباذن الله المحاضرات الجايه هنتكلم على الميثودولوجي يتكتب ازاي، والريزلت اعمل ريبورتنج للتيبلز والجرافز ازاي. اي اسئله كده حضراتكم؟ احنا خلصنا البيب، خلصنا المحاضره بتاعتنا. لو اي اسئله انا ممكن استقبلها باذن الله على الجروب بتاع السنتر او جروب الكورس. واشكر حضراتكم لحسن استماعكم، واسفه ان انا طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.